يوتيوب. هالكمبيوتر اوكي، وصلنا اللينك بعدين إن شاء الله. ان شاء الله. ممنونين ممنونين. العفو، تحياتي. أوكي، فتعريف الاسم هذا هو، والغرض من التعريف هو حتى نميزه عن بقية الأوبستراكتيف إيروي ديزيزز، اللي هي إذا تشاركوني أنا أحب يعني مشاركتكم، يعني حتى لو أثناء المحاضرة إذا أكو أي سؤال أو مقاطعة أوكي يعني مقبولة. فالإيروي أوبستراكتيف ديزيزز اللي عندنا هي الأسمة والكرونيك أوبستراكتيف إيروي ديزيزز، اللي تشمل لنا كرونيك برونكايتس أند إمفيزيما، تشمل لنا همين البرونكيكتسز، then the major airway obstruction أو generalized airway obstruction. أوكي، فكلهم يسمونهم obstructive airway disease، بس الأسماء تفترق عنهم بأنه reversible and variable. reversible أما spontaneously يعني الأتاك تجي للمريض وربما بعد ربع ساعة نص ساعة ساعة تروح من عنده spontaneously، فهذه يسمونها spontaneous reversibility. بينما ال other diseases هاي الايروي اوبستراكشن يوجوالي نوت ريفرسبل، لا سبونتينيوسلي ولا ود تريتمنت. مثلا السي او بي دي او الانفيزيما او الكرونيك برونكايتس او البرونكياكتسيس ما يصير بها الريفرسبلتي لا سبونتينيوسلي ولا كومبليتلي ود تريتمنت. ود تريتمنت ممكن يصير بارشال ريفرسبلتي، فهذا هو تعريفها. ايضا الاسما هي هايبر ريسبونسيف ديسيز، وهذا الهايبر ريسبونسيف معناها انها ما يتحمل الداست والاير بوليوشنز والروائح القويه، مثل ما تسمعون دائما بالمرضى اللي عندهم ربو، فيقول ما اتحمل هذه الارياح والعطور وتركت العطور وتركت القاصر وتركت هاي الامور، لانه عنده في الشيء يسمونه هايبر ريسبونسيفنس، وهذا هو تعريفه ببساطه. الأسمة هي عبارة عن exaggerations of arachidonic acid pathways، مثل ما تعرفون همينة عندنا cyclooxygenase pathway ولايبوكسجينيز pathway، cyclooxygenase تروح على prostaglandins وهذه تنقفل by non-steroidal anti-inflammatory drugs، واللايبوكسجينيز pathway تروح على leukotrienes وهاي تنقفل by لوكوترين انتاغونست اللي هي مثال عليه المونت لوكاست وزافر لوكاست، يعني السنجولير وجماعته. هذا الرسم يفيدنا فيما بعد ان شاء الله لما نشوف why this is important in pathophysiology. اوكي، قسم من المرضى الباثويز مالتهم ما تمشي ويا الايوسينوفيليك باثوي، انما تمشي ويا النيتروفيليك باثوي. فاحنا عندنا الرجيك ونن الرجيك تايب اوف اسما. الالرجيك تايب اوف اسما هو الديجريديشن اوف ماس سيل ويوسينوفيل برودكت، واللي هي تيبيكال واللي وياها يصير اتوبي وراينايتيس وساينوسايتيس واكزيما اتسترا. لكن اكو قسم بهم هم اسمه نيتروفيليك بريدومينانت باثوي. نيتروفيليك سيلز are the predominant cells in the bronchial airways أو in the bronchi. هذا شيء يفرقنا بالتريتمنت. طبعاً الإيوسينوفيليك تايب والألرجيك تايب بسهولة يصير بريسبونس للأنتي إنفلاماتوري وستيرويد وإنهيلرز، especially inhaled steroid. لكن نيتروفيليك تايب of asthma ذولي كلش صعب الاستجابتهم للعلاجات الاعتيادية اللي هي نستخدمها بالأسمة including inhaled corticosteroid and oral steroid or systemic steroid. فهذا resistance to steroid طبعا من أصعب المشاكل بالأسمة. إذا كان عندنا family history of atopy including rhinitis, seasonal rhinitis أو يسمونها hay fever بعض الأحيان، إذا كان family history of eczema أو family history of atopy to some drugs and some food. بعض الناس لما تسألهم بالهيستوري وهذا مهم حتى نميز التايب مال الأسمة همينة، نسألهم نقول لهم عندكم بالعائلة أحد عنده حساسية من بعض الفواكه من بعض الأكلات، يقولون إيه عندنا واحد يتحسس من الموز، واحد يتحسس من الجوز، واحد يتحسس من
فراولة etc. فهذا الهيستوري إذا كان موجود بالإضافة إلى الهيستوري أو إكزيما بالعائلة إكزيما سكن يعني ألرجي أو راينوساينوسايتس الحساسية الموسمية إذا كان موجود بالفاميلي والمريض جانا عنده هيستوري مال كاف شورتنس أو etc. هذه تساعدنا بالتشخيص السريع راح نعرف مباشرة أو in high confidence this patient is asthmatic more than other obstructive airway diseases. لأنه there is a family history of atopy and this is a genetic type of predisposition to asthma. هنا عندنا ناخذ في مقطع بسيط من الهيستوباثولوجي of asthma and COPD. اثنيناتهم obstructive airway disease. ونشوف هذا ال at the top left of this picture is a COPD. دول المرضى اثنينهم عندهم obstructive airway disease. شنو الفرق بالهيستوباثولوجي؟ هذا الإيوسينوفيليك ستين هنا أخذه وهنا أخذه. هنا بينت عدة بالأسماتيك patient high eosinophil content in the lumen or in the endobronchial lumen. بينما الصبغة الثانية اللي تحت هي هيماتوكسيلين and eosin. البيشنت اللي عنده COPD عنده proliferation of the goblet cells so thickening of the mucous membrane due to goblet cell hypertrophy. بالمقارنة مع الأسماتيك patient وخصوصا الكرونيك أسما and complicated أسما يعني مثلا صار له 15 أو 20 سنة poorly treated راح يصير عندهم فد نوع من ال thickness and fibrosis and remodeling of the airways بحيث هنا نشوف أقول إشارة على thickened basement membrane. هذا thickened basement membrane عامل مهم بالتشخيص لصعوبة علاج هذا المريض بسبب أن صار عنده fixed airway obstruction. راح التصرف مال هذا المريض يشبه بالضبط ال fixed airway obstruction بال COPD والسبب لأنه chronic diseases in asthma in advanced and in poorly treated and in severe type of asthma there will be a remodeling of the airways. هذا remodeling some thickness and fibrosis of the airways وصير fixed obstruction بعد بالمستقبل هذا المريض ما راح يصير عندنا fully reversible on treatment. هذا همنا مشكلة أخرى من مشاكل الأسمة فهذا يسمونه بالهيستوباثولوجي of asthma is a remodeling of the airways in chronic asthma. وهذا صعب علاجه ايضا يعني بالجديد سووا interventional bronchoscopic laser intervention بحيث ياخذون طبقه من ال bronchial lumen ويسوون على شكل جلسات فهذه على اساس الطبقه ممكن انه تقل الثيكنس مالته ويزداد الدايمتر مال برونكا بس هو على كل حال it is a novel treatment still not applied in all countries. فهذا remodeling of asthma صورة ثانية بالبداية يكون reversible airway obstruction لكن بعد عدة سنوات هذا الثيكنس اللي نشوفه هنا والأديمة والسكار وفايبروسيس راح يصير thick basement membrane ويصير fixed obstruction راح يصير حالة COPD بالبرزنتيشن. مرات نسمع اكو اسمه فينوتايبس لانه الاسمه is not a one disease. اسمه is a syndrome. Many phenotypes and subtypes are present but all are called asthma. مثلا شنو؟ مثلا نسمع مرات انه this is an allergic asthma. وهذا اشاره على الكيسات اللي حكينا قبل شوي بانه عندهم family history of أو inherited susceptibility to allergic diseases. ذول يصيرون عندهم يسينوفيل عالي و sometimes الـ IgE عالي ولما ناخذ مسحة أو ناخذ بايوبسي راح يطلع أن هذا اليوسينوفيل اللي شفناه قبل شوية. Non-allergic type of asthma اللي هو يصير بالelderly أكثر بعد الأربعين سنة وممكن يصير neutrophilic type مثل ما اتفق. هذا هم يعني non-allergic asthma. أكو late onset asthma مقابل childhood asthma. إنسان يعيش 40-50 سنة بعدين يلا يبين عنده الأسمة. أنا شفت مرة كيس عمره 80 سنة لأول مرة يصير عنده تشخيص الأسمة ما عنده أي تشخيص آخر.
also عندنا ايش اسمه with fixed airway limitation اللي هو هذا اللي remodeling اللي حكيناه قبل شويه، واكو entity يسمونها اسمه with obesity. Obese person so liable to develop asthma and it is a very common condition in obese people. This obese people when get weight loss and the normal weight, they may get rid of their asthma. فهذا entity أو phenotype. الدياغنوسيس اوف اسما شلون نسوي له تشخيص؟ يعتمد هواي يعتمد على الهستوري، لان بعض الاحيان بدون اي تيست ممكن انه نشخص الاسما ونعالجها، واحنا لنا مطلق الحريه اذا نريد نشخص الاسما بدون انسلر تيست عادي ذيس از اوكي، لكن بشروط محدده انه لازم يكون هيستوري جوز ود اسما اللي هو راح نشوف بعد شوي شنو. إذا ما كان عندنا 100% يقين بأنه هذا أسمه، ممكن نسوي له التست اللي هو demonstration of reversibility أو variability عن طريق either the peak flow meter أو عن طريق the pulmonary function test أو spirometer. إذا سوينا reversibility راح التشخيص يكون مالتنا أوضح وأحسن. حكيناها قبل شوي الفاميلي هيستوري. السيمتومز والميديكال هيستوري مع الاسماتيك بيشنت، التيبيكلي البيشنت مور ذان 90% ريبورتينج ويز تشيست تايتنس اند شورتنس اوف بريث بلس ماينس كاف. شوف هنا الكاف صارت تقريبا اخير شيء بالمانيفستيشن اوف اسما. الويزنج از ذا موست كومن وان. chest tightness هذا هم راح نحكي عليه بعد شويه. هذا chest tightness باليونجر ايج جروب بعض الاحيان يجون المرضى يقول عندي ضيق بالصدر، يعني الضيق يعني شو تفسره؟ هو ما يقصد شورتنس او بلت، لما نقول انت من تمشي يصير عندك تعب يقول لا كل بس احس صدري مثل المكتف، اكو عندي الم بالصدر، اكو عندي صدري مثل فد شيء ضاغطه هالشكل. هذا هم هنا علامة من علامات هي مو الواحدة تظهر طبعاً لو وياها طبعاً كاف ويا ويز ويا شورتنس أوف بريث، بس هذا لازم ننتبه له همينة إنه كون المرضى الأسماتيك عندهم chest tightness قسم منهم يوصفون as a chest pain which is generalized not localized، مو مثل ischemic heart disease أو pleuritic chest pain، لا generalized chest tightness يشعر مثل الحزام اللي مربوط على صدره. اوكي، وايضا البيشنت عندهم shortness of breath and cough، لكن هذا shortness of breath and cough are episodic not a continuous، تجي وتروح تجي وتروح. فدائما احنا لما نوصف حالات الاسماتيك بيرسون نقول there is an episodic or intermittent cough wheeze and shortness of breath. اذا ما وصفنا هذا الوصف الدقيق بالهستوري مال المريض او ما اخذناه بشكل صحيح من الرسم مع المريض راح الديفرنشال دياغنوسيس يصير واسع، راح يصير other obstructive airway diseases. بس كونه variable، كونه episodic، يجي فترات ويروح فترات، يجي بالربيع ويروح بالصيف، بالشتاء يصير أكثر بالصيف ما يصير، this is an episodic. هذا طبعا ما تمشي ويا COPD ولا bronchiectasis ولا الانفزيم ولا etc. فهذا هم من علامة مهمة. هذا السيمتومز اللي قلنا عليها هي مو 100% دايجنوستيك لانه ممكن يصير بالاذرز، لكن وذ اكسبيرينس راح نشوف بين نقدر نميز بين الكاردياك سيمتومز وبين الفايرال انفكشنز خصوصا بالاطفال. وهذا همين اكو مصطلح دائما بالاطفال يكرروه اللي هو not all wheezy are asthmatic، not all wheezy child are asthmatic. ليش؟ لأنه الفيرال إنفكشن، respiratory syncytial virus وإتسا، هواي منهم يصير ويزي chest during the winter، مرة طول فترة الشتاء recurrent infection يشبه بالضبط الأسمة. بس إحنا استدنا نحكي بالأدلت يعني، فهذا مو كلش مبتلين بيها. أوكي، بعض الأسماتيك هذا الويزينج اللي حكينا عليه chest tightness ما موجودة عندهم، عندهم فقط كف، فيسمونها كف variant أسمى، كف variant أسمى.
يعني كل ما هنالك المريض عنده قحة فقط، لا ويز ولا شورتنس اوف بريث ولا اي شيء اخر، ولا تشيست تايتنس، فقط كف. زين، شلون نشخص هاي الحالة؟ طبعا لازم ناخذ فول هيستوري مالته، همين هل هو ابيسودك اور نوت، وممكن نسوي له وات از كولد ستيميوليشن تيست او برونكو بروفوكيتيف تيست حتى نتاكد، او نبدي عاد اذا عنده فاميلي هيستوري او في اسما وعنده هو فاميلي اكزيما وعنده نيزل سمتمز اتسترا، ممكن نعطي علاج اعتمادا فقط على تشخيصنا انه هو تز ا كاف وريت اسما. وي نيد تو اكسكلود اذر كوزز اوف كاف طبعا اكيد، اذا كان سموكر، اذا كان هيستوري سجستيف او فورم بودي اتسترا، بس اذا كلهم ذني سوينا الاكسكلوجن وبقت بس الكاف فممكن نقول this is a cough variant asthma. زين، السبيوتوم اللي يطلع من بعض الأحيان ويا المرضى اللي عندهم أسمى، هذه أكو فد شيء كاركترستيك إحنا نحب نسأل عليه المريض. شلون؟ يعني يجي المريض هو يقول أو إحنا نسأله يقول أنا من أقوح بالقوة وبصعوبة بالغة أطلع السبيوتوم، وإذا طلع السبيوتم يطلع مثل البلاستيك، مثل البلاستيك، وقسم منهم يقول يطلع الطرف مالته وأمد إيدي وأسحبه حتى يطلع الباقي هذا السبيوتم اللي يشبه البلاستيك. هاي الصورة اللي أمامنا بالضبط ماخذ الأناتومي مال برونكاي، يعني شوف مثلا هذا المين برونكاس وبعدين التفرعات مال البرونكاس، لأن هذه كلها كانت عبارة عن كاست وكأنه بلوكة مع سبيوتم، وهذا السبيوتم is tenacious and difficult to expectorate. هو من أهم المشاكل همينة بالأسماتيك برسن. حتى يوم من الأيام أكو مؤتمر من المؤتمرات كان أكو طبيب ريسبيراتوري كان عنده نوع من العلاج اللي هو سوى فد بوستر عليه اللي هو فقط chest physiotherapy to expectorate sputum to treat asthma بدون أي أدوية. ليش؟ لأنه السبيوتم tenacious سبيوتم اللي موجود واللي يسوي blockage of the airways، واللي أيضا بالadvanced أسمى ممكن حتى يسوي atelectasis وinfection يسوي، هذا هو من الأشياء المهمة اللي بالهستري إذا عرفناها بأنه المريض يقول عندي tenacious سبيوتم، عندي يقول عندي البلغم مالتي كلش ثخين وبنا طلع مثل البلاستيك وبصعوبة أطلع، وأتمنى لو أطلع السبيوتام، مرات يطلع السبيوتام حتى أرتاح. واحد من المرضى من يوم من الأيام إجي وجاب السبيوتام وياه، لأنه هو مستغرب من هذا النوع من السبيوتام. سبيوتام مثل شلون عبالك يعني هيش الصوند الناعمة هالشكل جاية، شلون الحية يعني هالشكل، أو كلش تخين ومستغرب هو من عنده، يقول عباله في مرض معين هذا أو شيء، اللي هو هذا مثل الصورة اللي شفناها الآن أو اللي نشوفها اللي هو كاست أو tenacious sputum. So this is one of the characteristics of asthma اللي ما موجودة بالCOPD ولا موجودة بالبرونكيكتسيز ولا بالكانسر ولا بغيره، فيسمونه tenacious أو cast sputum. الدسنية اللي أيضا واحدة من العلامات اللي يجي بها المريض is exertional، يعني أوصر during exacerbation. المريض اللي هو asthmatic while he is quiet and sitting there is no problem، بس من يمشي بعض الأحيان تبدي symptoms مع الأسمة تبين عليه، وبعض الأحيان لا، ويا شنو؟ ويا attacks of exacerbation. زين، بالelderly هنا المشكلة اللي يصير هواي بيهم misdiagnosis، وهاي واحدة من التريكس in asthmatic medicine أو in respiratory medicine، اللي هو الالدرلي اللي يجي shortness of breath، أول شيء نفكر به إحنا طبعاً أكيد نفكر بالcardiac conditions، نفكر pulmonary embolism، نفكر interstitial lung disease، نادراً ما نفكر بالأسمة in elderly as a first presentation of dyspnea. السبب لأن أكو عدة أشياء تخلينا الأولويات بالتعامل مع الالدرلي، لكن هم لازم نفكر بالأسمة، ما يصير يعني نوخرها من بالنا. وكو هواي من الكارديولوجيست هم يعني منتبهين هذا الموضوع ويحاولون هواي كيسات elderly
هو presented with short استاذ مصطفى الصوت يقطع ما اعرف آه من سوري يمك لو من يمنا ويجوز من النت الو هذا يعني انا بالنسبه لي هسه اسمعك واضح اها اي 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 لا ام صوت ماشي واضح ماشي اوكي يمنا اوكي يجوز الصوت من النت اوكي اي وقت استاذ وليد ممكن تقول لي حتى اعيد المقطع اوكي اي فهذا المشكله العفو بس بالالدرلي. هي الدسنيه من بدايه الدسنيه قطع العفو اي استاذ مصطفى الدسنيه مشكلتنا ويا الالدرلي استاذ وليد الالدرلي ريجون دسنيه نادرا ما نفكر بالاسمى اس اكوز نفكر بالكارديو كونديشنز نفكر بالانترستيشال لانج ديزيز لكن يبقى الاسمى واحده من الدفرنشال دايجنوسيس ايفن ان الدرلي فهذه الدسنيه مالتنا لازم نخليها ببالنا هاي واحده من الكلينيكال بوينتس اللي تفيدنا بهاي المحاضره اوكي الويزنج او الويزز از فيري كومون ان اسمه وشوفون حضراتكم بين الويز مو دائما موجود ببقيه الديزيزز اللي هي obstructive airway diseases مو دائما ابو اللي عنده سي او بي دي مو دائما يقول عنده ويز اكثر شيء سي او بي دي جدسني وان شاء الله نجي بالمحاضره مالتنا القادمه فاي واحد نون اسماتيك unlikely describing ويز فالويز هنا هسه احنا عندنا شنو فريد فلاج فور اسما اول ما نسمع المريض يقول عندي صفير او مثل الصفاره او وسوسه بعضهم خاصه النساء الالدرلي يقولون مثل البزازين اسمعهم بصدري بالليل من انام فهذه هي الويز اللي هي كلش مهمه هنا هذا خلي سماعتنا هنا على التشست مال المريض همينا اكو فد اشياء من نسمعها بالسماعه نقدر نفرق الويز مال الاسمى عن الويز مال بقيه الديزيزز الويزز اللي موجوده بالاسمى هي polyphonic and more on expiration شنو معنى polyphonic polyphonic معناها عده مستويات من النوتات الصوتيه يعني فلنفرض احنا عندنا الان فد يعني قصبه كبيرة وصغيرة 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 إلى أن نوصل إلى مثلاً في 10 أو 12 مستوى لأن كلهم ننفخ بهن ويطلع عن صوت يعني مثل الناي مثلاً يطلع صوت أو مثل الصافورة مع الأطفال فحجم هذه القصبات يختلف فالصوت راح يختلف بها فإذا نفخنا بهن مرة واحدة كل واحدة راح تطلع صوت يختلف بالهرتز مالته بالقوة مالته عن الصوت الآخر بس ذني كلها راح نسمعها احنا مره واحده فاذا سمعناها مره واحده فهذا بوليفونيك ويز يعني ويز في نفس واحد لكن على عده مستويات لانه عده قصبات جاي تطلع هذا الصوت فنسميها بوليفونيك هذا ليش بوليفونيك هنا بالاسم لانه بالسي او بي دي ات از يوجوالي مونوفونيك اذا كان عندنا فورم بودي او تيومر مسوينه ابستراكشن ات از مونوفونيك فالبوليفونيك همين علامة أخرى تفيدنا بالأسمة usually with expiration لما يتنفس المريض ما عنده ويز لما يطلع النفس المريض عنده ويز هذا علم أنت شلون نفرقها أيضا بال COPD ونفرقها بال obstructive airway diseases نتيجة localized obstruction tumor أو foreign body لأنه بالتيومر والفورم بدهم يطلع during both expiration and inspiration بس من يصير سفير أسمى سفير و all the bronchi are inflamed and are narrowed راح يصير هذا الويز عاد بالسفير أسمى هم expiration هم on inspiration بس usually لما يجينا البيشنت الفحص بالحالة العادية وك cold cases راح نسمع ويز during expiration الكواليتي والكاركتر مال هذا الويز مو كلش specific بالأسمى ولا نقدر نقول مرات يجينا المريض نسمع الويز مالته خوف يعني بحيث كل صدره يوسوس من فوق إلى أسفل الرئة زين لما نشوف المريض نشوفه is quiet and happy ما عنده مشكلة بينما يجينا مريض ثاني كلش دسنيك نسمع ويز قليل عنده فكمية هذا الويز أو يعني quality and
loudness of the wheeze ما ينطينا فكرة عن severity of asthma. لأنه بالمنطق إحنا نقول كل ما كان الويز أكثر كل ما كان الصوت متوزع هواي راح نقول أي والله هذا سفير أسمى، بس لا ما لها علاقة بالأسمى ولا علاقة. ممكن يكون واحد عنده ويز كلش هواي بس هو is okay quiet ما عنده سفير airway obstruction، وهذا من الغرابة من غرائب الأسمى. طبعا بعض الناس عندهم أسمى ويجون يراجعون بشكل يعني طبيعي، نفحصهم تماماً، الفحص مالتهم طبيعي، كل شماعتهم الفحص، خلي سماعاتنا سوى percussion نسوي chest expansion كلها طبيعيتهم، وهذا دليل على أنه هذا controlled asthma أو mild asthma. أو يجي هو المريض لأنه مثل ما اتفقنا بين الأسمى مالتهم episodic مو continuous. During episode there will be a wheeze, there will be cough and shortness of breath. زين هو يجينا مثلاً ماخذ موعد على المراجعة مالته، هذا الموعد صار بعد 3 أيام 4 أيام راحت منه هذا السيمتومز، بس هو يريد يشرح الأشياء السابقة اللي عنده اللي صارت قبل شهر وشهرين وأسبوع أسبوعين. فهذا مو معناه هذا إحنا فحصنا وطلع نورمال إنه ما عنده أسمى. No there may be أسمى، ونقدر نشخصها إذا نريد إما بالديورينج أتاك ينفحص المريض أو نسوي له بروفوكيشن تيست. من الأشياء أيضاً الواضحة بالأسماتيك بيشنت أن عندهم نوكتورنال إبيسودز، نوكتورنال إبيسودز أوكي، وخصوصاً قسم منهم يقول أقعد أنا بالليل مثل الساعة 2 بالليل 3 بالليل أقعد شوية أقحكح وأرجع أنام، والأكثر منهم لا يقولون أن الصبح أول ما نقعد الصبح يصير عندنا هذا الاتاك مال شورتنس. هذا هم يعني مهمه بالهيستوري اعزائي، مهمه يعني لما نقول المريض عندي قحه وضيق نفس نقول له من تنام بالليل اوكي، يقول لي اقدر انام اني بس اقعد الصبح، اول ما اقعد الصبح ابقى اقوح 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 اطلع السبيوتام حتى ارتاح، او اخذ البخاخ مالتي حتى ارتاح. الاقل منهم لا يقولون بالليل نقعد شويه بثنتين بثلاثه يصير عندنا قحه شويه و بعدين تروح ونرجع النار. فإذا early morning symptoms is common in asthmatic person. هذا النوكتورنال أو early morning symptoms مرات تصعب بالتشخيص بين هل هو cardiac، هذا اللي pulmonary edema هم يقول أنا قعد بثنتين بثلاثة بالليل عند ضيق نفس، اللي عنده gastroesophageal reflux GERD symptoms هم يقول أقعد بالليل وعندي يعني يوصف نوع من الألم والقحة والشحطة بالبلعوم، خاصة هذا اللي هم gastroesophageal reflux acidity توصل للارينكس. الانجينال بين همينا نفس الشيء، لكن لما ندقق بالهستري على الأشياء اللي اتفقنا عليها من البداية، من بداية الهستري اللي قلنا الويز والفاميلي هستري والسيزونال الرجي اتسترا والبقية الأشياء ممكن نفرق الأسماء عنها. الجيرد سيمتومز أعزائي كلش مهم ننتبه عليها، وإذا ما خلينا ببالنا جيرد as a cause of chronic cough and asthma like symptom راح نفقد التشخيص مالتنا ونبقى نعالج ونعالج ونسوي فحوصات وما نوصل إلى نتيجة. الجيرد كلش مهم بالأسمى and in any chronic cough GERD symptoms. لازم أسأل المريض عندك acidity أوكي، عندك حموضة، عندك جالي، وخصوصا هذا السؤال أن هذا القحة اللي عندك شو وقت تصير. أغلبهم يقول هالشكل، يقول أول ما أنام بالليل أخلي رأسي تبدي القحة عندي، هل هذه أسمى؟ لا مو معقول، الأسمى ما تصير هالشكل، الأسماء تصير ينام المريض طبيعي وبعدين يقعد عند القحة. زين شنو معنى أول ما ينام يتمدد تبدأ عند القحة؟ هذا مبين لما يتمدد وعنده هو جير سمتم تصعد الأسيدتي وتوصل للارينكس ويصير بوست أو لارينجيال إريتيشن ويصير هذا الكاف. هذا الكاتبة بالأخضر أنا مثال كتبته حتى لا أنسى. أكو مريض كان عمره 70s،
هو رجل يعني صحته جيدة، عنده بس هايبرتنشن، ولكن مشكلته بالكرونيك كاف. كرونيك هو كونه يعني ماديا متمكن، عالج وراح سافر برا وسافر كذا وسوى له سي تي سكان وسوى له إلى آخره، ويقول مصر زين، القحة مالتي بعدها موجودة. يعني ببساطة هاي من الأشياء اللي مرات توفيقات تصير بالتشخيص. يعني أنا بس سألته سؤال، قلت له القحة شو وقت تجيك يعني بأي وقت بالضبط؟ قال أول ما أنام، أول ما أتمدد أخلي راسي على المخدة يصير عندي كف. فأنا رأسا ببالي هذا الجيرد يعني هالشكل الدايغنوسيس مالته. عاد كتبت له PPI بروتين بام انهبيترز، وقلت له تجيني مع بعد شهر. وكل الأدوية، العلاقة الكبيرة مع الأدوية اللي كانت عنده كلها أجلناها، فقط على أومبرازول 40 ملغرام. He's doing very very well and all the symptoms disappear from this patient. وهذا شنو جاي من just simple question in history. احنا مرات كون الأجهزة متوفرة والفحوصات متوفرة رأسا ندز المريض تحاليل وسي تي سكان ومدري شنو، بس no, this is not always true. History consisting of two-thirds of diagnosis. Triggers of asthma. أنتم إن شاء الله صوت واضح وياي إن شاء الله. نعم نعم الصوت جدا واضح. واضح واضح. أحب يشاركونا وتسألون حتى بعدين شنو. إيه إن شاء الله من تخلص ضامي لك أسئلة ضامي لك. حتى لو أثناء المحاضرة الشباب يعني بعد أكيد يعني يفتح سؤال عندهم. أكيد أكيد. أوكي. Triggers of asthma اللي ممكن تسوي exacerbation of asthma as an acute exacerbation including exercise، وقسم منهم فقط عندهم symptoms during exercise فنسميها exercise induced bronchospasm EIB. وهذا EIB شلون يصير؟ يقول خاصة الـ younger age group و children، يعني يقول أو تجي أمه تقول أنه هو كل شيء ما بي، بس من يروح يلعب طوبة يجي يقهقح، من يرجع بس يبقى يقوح يقوح يقوح. زين هذا شنو معناه؟ زين بالليل بالنهار من نايم يقول كل شيء ما بي، بس من يلعب يروح يصير عنده هذا القح. فهذا تخلينا انطباع عندنا أنه هذا الـ younger age group أو children عندهم exercise induced bronchospasm، أو قسم كانوا يسمونه exercise induced asthma بس بالفترة الأخيرة سموها bronchospasm ما سموها asthma. بعض الأحيان only the presentation is with cough، حتى من تفحص المريض ما تلقى عنده ويس، ما تلقى عنده دسنية، عنده فقط cough during exercise، وهذا entity واضحة نسميه exercise induced bronchospasm. وهذا هم إذا شخصناها علاجها بسيط، نقول للأم قبل لا يروح يلعب انطي هذا البرونكو دايليتر، سواء كان البنتولين انهيلر أو تابلت اتسترا، قبل لا يروح ربع ساعة، لأن هذا يصير مو أول ما يلعب، وإنما تقريبا بعد 20 دقيقة من اللعب يصير عنده. قسم منهم لا، بعد ما يخلص مالته ويرجع للبيت يبدأ تتغير حرارة جسمه، تبدأ تبين عند الكف، وهذا exercise induced bronchospasm. Also هاي معروفة exposure to allergens اللي هي بالبيت أو بالعمل، أشكال وألوان. بالشتاء الزوالي مالتنا ممكن بالرطوبة أكون مايتس حلم يعني تصير بها نوع من الحشرات الناعمة جدا، اللي عندهم حيوانات بالبيت الفراء مال مثلا القطط همين يسوي، قسم من عندهم بالحديقة مالتهم أشكال وألوان كلها ممكن يسرعتهم. أتوارك نفس الشيء، يشتغلون بالمعامل بها كيميائيات بها حيوانيات بها أصباغ، كلها ممكن يصير allergens. فقسم منهم يسمون occupational asthma، بس من يروح للعمل يصير عنده الأتاكس، من يرجع للبيت ما عنده أتاك، يوم الجمعة ما عنده أتاك من يقعد بالبيت، بس بقية الأيام تبدأ عنده الأتاكس at home at the work. فهذا التشخيص مهمين بسيط، بأنه بالعمل مالتهم نسوي لهم البلمونري فاكشن أو نسوي لهم بيك فلوميتر بالعمل، ونشوف أنه يصير عنده أكو فرق بين ما كونه ستيبل وبين ما يروح للعمل يصير عنده ديكريز إن ذا بيك فلوميتر. أيضا الفيرال انفكشن especially in children and younger age groups exacerbating asthma خصوصا respiratory syncytial virus وانفلونزا وبارا انفلونزا.
والاتيبيكال مايكرو اورجانيزم انكلودينج مايكوبلازما نيمونيا اند كلاميديا انفكشن همين نسوي اكساسربيشن اوف اسما. قسم منهم يقولون انا بس من اصير عصبي يصير عندي اسما, اذا اكساسربيشن ديو تو ايموشن ايموشنال ديسوردرز او ايموشنال ديستريس همين نسوي اكساسربيشن اوف اسما. قسم منهم يباوع على فد فيلم حزين او شيء ومن يفرح او يحزن يصير عنده اكساسربيشن. زين قسم منهم الى درجه يقول انا عندي حساسيه من بعض النباتات, فيقول اجي مرات اباوع على صور واحده من الصور هذه بها صوره النباتات اللي انا اتحسس من عندها بس اباوع عليها راسي يصير عندي اتاك او اسمع انفت شيء غريب هذا related to emotion not so explained. هذا الحقيقه يعني not so explained. زين الجيرد حكينا عليها, قاصرو سفجر ريفلكس, الاوبيسيتي هم تكلمنا عليها. الدراجز اللي ممكن اكساسربيتنج اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيترز كابتوبريل انالابريلز ونون ستيرويد انتي انفلاماتوري بكل انواعها. النون ستيرويد انتي انفلاماتوري هسه راح نرجع على الصوره اللي شفناها قبل شويه, هذه الصوره هنا النون ستيرويد انتي انفلاماتوري تقطع عن السايكلو اوكسجينيز باثوي, توقف هذا الباثوي. فشي يصير الاتجاه مال الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم يصير باتجاه اللايبو اوكسجينيز باثوي, فراح تنتج لنا هواي من الليكوترين سي 4 دي 4 اي 4. فيصير اكساسربيشن اوف اسمه لانه الاماونت اوف ليكوترينز ويل بي انكريزد ان برودكشن. فهذه الفكره من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراكس. قسم من الاسبرين نفس الشيء, اكو انتيتي راح ناخذها بعد شويه اسمها الاسبرين انديوست اسما او اسبرين اسوشيتد اسما, لانه هذا السايكلوج راح يتوقف ويروح باتجاه الليكوترين. فزين هسه احنا شنو العلاج اذا هذا اخذ اسبرين المريض وصار عنده اتاك واسما, شنو العلاج هسه مالته؟ شو تقولون بعد ما يوقف الاسبرين؟ مونتي لوكاست. يس ننطي فيري جود, ننطي الليكوترين انتاغونست لانه راح يمشي بهذا الاتجاه, فهمينا ننطي الليكوترين انتاغونست حتى يوقف هذا الباثوي ويقلل لنا من الليكوترينز. نعم بس بالبراكتس هذا الليكوترين انتاغونست هو الفير تشويس, والفير تشويس هو نقلل احنا او نقطع الاسبرين والنونسترويدال وننطي الليكوترين انتاغونست. زين قسم من الفيميل they suffer from asthmatic attack during the period, هذا هم من not so explained مثل الاموشن. الاسبرين and sensitive to aspirin with asthma, هذه 5% من الاسماتيك عندهم, و more common in patient with severe asthma, يعني ذول اللي يجون severe asthma أكثر من الباقيين عند 20% liability of developing aspirin sensitivity. اوكي وقسم منهم حتى يحتاجون يدخلون المستشفى لان يصير عندهم سيفير اتاك افتر تيكينج اسبرين. بعض المرضى يجون يقولون لما هم عندهم كاردييك ديسوردر والطبيب انطاهم اسبرين يقول انا من اخذ اسبرين اتخربط يضيق نفسي اتعب يصير عندي ما ادري شنو يختنق. اوكي فلازم نخلي ببالنا وهذا المريض قد يكون عنده اسبرين سنسيتيفيتي اند اسما اتاك ديورينج اسبرين سنسيتيفيتي, لكن هذه لازم وياها اشياء اخرى حتى نقول هذا اسبرين سنسيتيفيتي اللي هو شنو ويا الاسما. نيزل بولبس يصير عندهم مثل ما هاي الصوره اللي تشوفوها امامكم, هذا يعني راينوسكوب وده نشوف هنا هذا النيزل سبتم وهذا التربنيت وهاي هنا شون بوليبس عبالك مملية بسائل بداخلها, فهذا النيزل بوليبس مرات حتى نشوفه احنا يعني اكثر من مرة افحص انف المريض هيش فحص طبيعي بس اخلي اللايت عليه اشوف البوليبس دي شي ينبينه كلش واضحة وكبيرة. اوكي فاذا اسمه نيزل بوليبس و
عندهم ايوسينو فيليك ساينوسايتس دائما عنده ساينوسايتس نيزل اوبستراكشن وهيديك ولما ناخذ لهم اشعه او سي تي سكان نشوف شلون الساينوسايتس واضحه بالصوره ومثل ما قلنا اسبرين انتولرنس فهذه هي عنده تترادس اوف اسبرين سنسيف لازم يكون اسمه نيزل بوليبس ساينوسايتس وعدم تحمل للاسبرين هذين الاشياء الاربعه هي تشخيص الاسبرين سنسيتيفيتي مو بس الاسبرين مرات الاذر نون ستيرويد لهم بس الاسبرين اوضح شيء واكثر شيء استخدام مثل ما تعرفون بس البقيه النابروكسين مثلا بروفين اتسترا هم يسوون ممكن هذا الشيء فهذا المريض اذا صار عنده بعد ما يصير ياخذ اسبرين ليش لانه اذا بالمستقبل حتى لو قلل الدوز يقول انا مو كان حبايه اخذ نص حبايه مو كان الاسبرين ابو المية اخذ اسبرين ابو 81 ابو 75 لا لا ما له علاقه بالموضوع حتى لو كان يعني ربع حبه نص ربع حبه ممكن نسوي له هذا الالرجي فممكن يصير عندهم ويز اسما اتاك فلاشينج ويصير عندهم رانوريا وكونجكتيفال اريتيشن وكانه الالرجي تو بنسلين عبالك دي يصير عنده لما نجي نفحص البيشنت اللي عنده اسما البيشنت مثل ما اتفقنا اذا كان هو مايلد اسما ويجي مو بالاتاك مال الاكساسربيشن الاكزامينيشن نورمال كل شيء مبين اوكي بس اذا يجي بالاتاك اكيد راح يبين عنده احنا كاطباء او مهتمين بموضوع التنفسيه من الافضل انه نخلي بالبراكتس مالتنا البيشنت اللي يجينا وذ كاف وان ريسبيرتوري سيمتومز نفحص الابر اير واي طريقنا صحيح مو اختصاصنا هو بس احنا شكوا بيها يعني هو من ضمن الجنرال اكزامينيشن اكزامينيشن اوف ذا ماوث اوف ذا نوز هذا تعلمناه من احنا طلاب فلا بس انه اخذ اوبورتونيتي بان افحص النوز مال المريض اقول له يرفع شويه راسه واخلي اللايت اشوف واشوف الفتحات الانف مرات اشوف البوليبس واضحه عنده اذا شفت البوليبس اوديه عاد الاي ان تي اكزامينيشن او اسوي له سي تي سكان حتى اتاكد نفس الشيء افحص الماوث اخلي التانك دبرسر وافحص الماوث ممكن اشوف بالماوث اشوف الفارنكس صاير بيه في كوبل ستونينج يعني مثل الحجاره المرصعه ليش لانه هذا عند البيشنت عنده كرونيك بوست نيزل تريب كرونيك بوست نيزل تريب اللي يجي من الراينايتس ويجي من الساينوسايتس فاذا من اشوفها انا بعد شنو ايضا اوديه على اي ان تي او اسوي الفحوصات الاخرى عرفت بانه لان واحده من اسباب الكوف الكومن كوز او كوف اند اكساسربيشن اوف اسما هو او ريليتد تو اسما هو ساينوسايتس وراينوساينوسايتس فاذا شفتها بعد انا صار عندي انطباع على انه مو بس اعالج الاسما لازم اعالج نفس الوقت الابر ايروي او اوديه للطبيب اي ان تي اوكي هذه مهمه بالبراكتس فارجو ان ايضا تعملون بها بالمستقبل بانه كل مريض يجينا وذ ريسبيرتوري سيمتوم افحص النوز افحص الفارنكس وافحص النك من نفس الوقت حتى اشوف جزء عنده ثايرويد عنده تيومر something obstructing the trachea زين خلي سماعتي راح افحص ويز القى والمريض اثناء الفحص يوجوالي خاصه انه عنده اتاك يقح 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 during the examination and during the interview والاكسبيرتوري رونكاي مثل ما اتفقنا يصير بالاكسبيريشن بس ما يصير اذا سمعت اني رونكاي اون وان سايد اقول ذس از اسما اذا سمعت اون وان سايد والاذر سايد ما بي لا لازم كلش ادقق على هذا المريض واتاكد اوديه على سبايروميتر اشوف جزء عنده يطلع ايروي اوبستراكشن اودي تشيس اكس راي سي تي سكان وذ كونتراست وذاوت كونتراست اتاكد لان هذا المريض قد يكون عنده localized obstruction of the airway including carcinoid bronchogenic carcinoma foreign body and other causes of bronchial obstruction يعني بس عنده مثلا بالleft side wheeze right side ما بي ها شنو ما معقول هذا اقول اسمه ما يصير اقول اسمه لازم اتاكد خصوصا بالelderly and in children foreign body والelderly tumor هذا مختصر مفيد ايضا من افحص المريض خصوصا اذا انتم يا شباب ك ICU student
بوست جراجويت اندر جراجويت ضروري اشوف الاكسسربيشن وذر ذا بيشنت از كريتيكال اور نوت. اذا كان عنده اكسسري يوز اوف اكسبيراتوري ماسلز عند اذا الطفل هذا فليرينج اوف ذا نوز, واذا كان عنده ساينس اوف هايبر انفليشن. شنو ساين مال هايبر انفليشن؟ اشوفه كانه الانتركوستال سبيس صار عريضه بين رب وربك ومسافه كبيره, وكانه تشيست مالته نازل الابدومن واصل ماخذ واصل نص الابدومن هذا التشيست. زين شنو معنى هايبر انفليشن؟ اجي افحص عادل البلس مالته القى تكيكارديا, افحص الاوكسيمتري القاها لو, اشوف الاكسجين مالته 90 88, اجي الريسبيراتوري ريت مالته فيري رابيد ريسبيراتوري ريت 20 30 اكثر من 30, على البلد بريشر دي يصير قد من ياخذ نفس المريض اشوف البلد بريشر دي ينزل, فهذا نسميها بالساس بارادوكسس اللي هي لازم ينزل اقل من 10 ملم مركري. هي صعبه هذه طبعا بالساس بارادوكسس, بس يعني الشاطر يلقفها اذا ادور عليها القاها. واذا هو على المونيتور المريض على المونيتور همين راح اشوف يصير عنده دروبينج اوف ذا بلد بريشر, او انه البلس مالته بال يعني بالويف اوف ذا بالس بالبالس اوكسيمتري بالمونيتور مالتنا اللي نخليه ديورينج انسبيريشن راح نشوف البالس ينزل شويه, يعني الويف مالته مكان ما تكون على مستوى واحد تنزل شويه ديورينج انسبيريشن. هذا هم تمشي ويا البالس بارادوكسس, لان هذا كلها مؤشر على انه بيشنت از كريتيكال وقد يحتاج اي سي يو ادمشن واذا ديتيريوريتنج مور. وانا ما احب اسمع من عندكم يعني شنو الساينس او ديتيريوريشن وش وقت المريض عاد يحتاج انتوبيشن. ممكن تشاركونا شباب يعني شنو اذر فيتشرز ذات نيد اي سي يو ادمشن اور انتوبيشن؟ مساء الخير. يلا شباب يتفضلوا. مساء الخير. مساء الخير استاذ. The first time يعني هي clinical examination. اي نعم استاذ. تفضلي تمام. اي the first time هو clinical examination the patient unable to يعني to complete one يعني sentence. One sentence. Very good. هي هذا اهم شيء يعني. Excellent. زين ولازم ما يصير ننتظر يوصل المريض يعني desaturation ويعني ما يصير نعتمد على saturation وهذه يعني. Yes. لان هذه late sign. نعتبرها yes. احنا يعني هو يعني عندنا كلينيكال وعندنا كلينيكالي يس كلينيكلي, بس همين عندنا اذر انسيلري يعني تيست ممكن لا بأس انه نسوي له مثلا اكس راي بلاد غاز اناليسيس اذا عندنا وقت. مو اي ممكن صح. فهسه تفضلتي قلتي هو ما يقدر يحكي كلمه واحده, هاي واحده صحيح. اي نعم. cannot complete one sentence يعني لانه من يحكي ينقطع نفسه. وساينوسيس ساينوسيس اكيد عند المريض طبعا يكون يوجوال انكشيوس اور كونفيوز اريتابل نتيجه الهايبوكسيا اريتابل اي اور كونفيوز. فيري جود اكسلنت. نجي هسه نفحص او طبعا هم يكون سويتي البيشنت. نجي نفحص التشيست مالته ايش ممكن يكون بالتشيست examination. التشيست اذا كان سايلنت فهذا يعني سيفير اسما صحيح. هو حتى السايلنت حتى يعني انه مثل ما اتفقنا قبل شوي ما نسمع اي ويز عند المريض. ويز ماكو يعني قبل شويه كان عنده ويز قبل ساعه هسه ما عنده ويز بس هو ديتيريوريت كان مو معناها صار زين معناها ديتيريوريتنج. يس يو ار رايت. والساينس اوف اكسسوري مسل اوف انسبيريشن مثل ما تفضلتي. نعم وبعد شنو؟ نعم وبعد ممكن اسحب له بلاد غاز اناليسيس. اهم شيء شنو بالبلاد غاز اناليسيس؟ هنشوف هايبوكسيا أو CO2 accumulation. الهايبوكسيا usual. يعني حددناها بالأوكسيمتري it is okay, بس إذا CO2 elevation this is a horrible sign. إذا CO2 elevation. نعم. This is a horrible sign and this means that patient is deteriorating. وكذلك ال low pH acidotic pH. Acidotic. Respiratory acidosis. نعم. Excellent. Thank you. فهاي كلها مثل ما قالت زميلتكم تمارا. ان هذه علامات السيفيريتي ونيد فور انتنسيف كير يونت اند بلس ماينس انتوبيشن. هذا البيشنت احنا لحد الان
no need for intubation at this time unless شيء واحد مهم اللي هو silent chest. هذا ما ننتظر عليه أو silent chest ما ننتظر عليه يصير response لأنه هذا imminent death يصير عند المريض. أوكي okay. إذا كان عنده acidosis إذا كان عنده elevation of COPD بس مو silent chest it's okay. فالشيء المهم هو silent chest. الشيء المهم الثاني هو pulsus paradoxus. pulsus paradoxus هم يعني إشارة على أنه there will be imminent deterioration and imminent death for this patient. إذا وصل pulsus paradoxus لأن هذا معناه من يأخذ نفس المريض من يريد أخذ نفس المريض يصير drop of the blood pressure معناها جد عند هذا patient نوع من ال ineffective inspiration and diaphragmatic excursion اللي هو كلش نازل الدايفرام وhyperinflation بحيث صار دي يصير drop in the blood pressure. فهذه مثل ما قال زميلتكم تمارا أشياء مهمة بالintensive care unit. أنتم طبعا أحسن من عندي بالintensive care unit ولما نخلي التيوب بعدين جد نخلي البيب مالته أنت ما يعرف من عندي بيها بس الindication of intensive care unit لازم نتفق عليها لأن مرات المريض يجيب الطوارئ الطبيب الباطني يريد مساعدتكم يقول هذا المريض not responding to treatment can we admit him to ICU فنجي نتفق وياه نقول يا بي جد الأوتو مالته جد CO2 مالته عنده accessory muscle of respiration use عنده silent chest اوكي هذا هذني موجودات اوكي يتفضل يمنا يدخل بالعرس بس اذا هو looks oriented وما عنده sinuses CO2 مالته normal ليش يدخل الICU فهذا نتفق على هذا المبادئ. أوكي. النقطة الثانية بالبراكتس يا شبابنا المهمة جدا جدا حتى لازم نفرق المريض اللي يجينا عنده ويز shortness of breath واللي عنده strider and shortness of breath. هواي من المرضى صاروا misdiagnosed. وأقول لكم يعني وسام راح أشوفكم أمثلة. يعني البيشنت واضح عنده strider يعني ما يراد له شيء. انتم اكيد شايفين دول البيشنت ام تريكل ستينوسس او بوست انتوبيشن تريكل ستينوسس شلون يجون بعدين يجون سترايدر سترايدر مبين سترايدر اولا هو انسبيراتوري مو اكسبيراتوري وثانيا لما نفحص بالسماعه مو دائما نسمع الويز واذا سمعنا ويز فهذا هو الساوند نفسه مال الابر اير وي اوبستركشن ده ينتقل الى الشست بس هم نرجع ونقول The wheeze in strider is inspiratory, مو expiratory. Okay? فالمريض اللي عنده wheeze هالشكل يجي هالشكل. مبين. يعني هل معقول هذا اسمه؟ ما يصير. يعني الطبيب المفروض ما يعني يختلط عليه الدياغنوسيس انه this is asthmatic. لا. الاسماء والاكسبيريشن يصير رونك. Okay. فالسترايدر اللي نشوفه ايضا بالبراكتس وقد يشوفونه ويصير مس دايجنوستس عندنا انه الابر اير واي اوبستراكشن ابر اير واي تيومرز مثلا سواء كانت بالتريكيا سواء كانت باللارينكس اوكي ستينوسيس عند التريكيا عند لارينكس وخاصه بوست انتوبيشن ستينوسيس زين فوكال كورد ديس فانكشن دول اللي عندهم psychogenic disorders وخصوصا يعني هذول الشباب مرات يسوي نفسه عنده شورتنس ويطلع هذا الساوند هالشكل يسوي واهله يركضون بيه عبالهم صار بيه شيء بعدين تفحص الجست تلقى ما بيه شيء والبيشنت لما ينام هاي همينه من الاشياء المهمه خاصه بالسايكوجينيك تايب انه لما ينام المريض كله تروح من عنده من يقعد المريض هو يبدا يسوي هاي الاشياء اوكي وأيضا عندنا الثايرويد اللارجمنت والريتروستيرنال غويتر هواي من الكيسات يعني إذا أقول لكم يمكن يعني بالبراكتس أنا شفت يمكن في 30 كيس يعني في الحدود يجون دياغنوز بأسمه وينطونهم تريتمنت وستيرويد وما دي يصيرون زينين والسبب هو أنه هذا الأوبستركشن اللي عنده بالأبر بارت أوف ذا تريكيا نوت إن ذا برونكاي المريض يقول أنا ضايق نفسي ويقوح وعنده ساوند اللي هو سترايدر ساوند أوكي فيصير مس دياغنوز بأسمة فبليز examine the thyroid examine the neck
Ask and detail history whether the patient is short of breath and producing the sound during inspiration. الشكل لو during expiration لما يطلع النفس يبدأ الدرويز. Okay. وهل مسوي عمليات قبل prolonged intubation, trauma to the trachea, or psychogenic disorder اللي هو يسمونا vocal cord dysfunction. وتعرفون هم يعني حضراتكم إنه الناس اللي هذول يسوون thyroidectomy و accidental recurrent laryngeal nerve palsy ممكن يصير عندهم bilateral vocal cord palsy ويطلعون من العملية with strider and with shortness of breath. فهسه مختصر على الويزينج قد يكون due to localized pathology, قد يكون due to diffuse pathology, قد يكون other. Localized اتفقنا foreign body tumor vocal cord dysfunction. Diffuse airway COPD with bronchiectasis with asthma with eosinophilic bronchitis. With other pathology اللي سوينا الويزينج reflux. طبعا الجاستروسفجر reflux عليه هواي كلام. قسم يقولون اصلا هم بعض الناس اللي هم يجون اسمه هاي الاسمه مالتهم هي due to gastroesophageal reflux. وحتى الانترستيشال لانج ديزيز اللي الايديوباثيك بالمونري فايبروسيس قسم منهم يعتقدون انه هذا الفايبروسيس صار due to chronic GERD خلال عده سنوات تروح القطرات مال الاسيديتي تدخل باللانج تدخل باللانج تدخل باللانج تسوي لنا فايبروسيس تدخل باللانج تسوي لنا اسمه. فالحد الآن هل هي cause or effect؟ هل هي السبب بالانترستيشال وبالأسمة؟ لو هي لا الأسمة والانترستيشال يسوي نجرد. فهذا بعد أكو conflict بالموضوع. كل الأحوال الreflux والacidity لازم نسأل عليها بالpatient اللي عنده cough اللي عنده دسنية اللي عنده ويز لازم نسأل عليها وما يصير ما نسأل عليها الثاني. أوكي؟ العفو دكتور مصطفى إذا ممكن ملاحظة تفضلي. بالنسبة للوكالايز باثولوجي من حط ويا النيوموثوراكس إذا فتشي لوكالايز النيوموثوراكس الحقيقة ما يجي with ويز يجي بس دسنية عن chest pain. احنا هذا العفو عن الجدول اللي الآن شفناه هو الويز. أوكي تمام العفو yes. احنا بس اندر جي اي من يصير رابتشر مثلا انفيزيماتس بولس yes. اللي هو فتكون لوكالايز يعني مو تنشن نيوموثوراكس ممكن انه يكون باي بالاكزامينيشن يكون نسمع ويز يعني اللهم اذا كان هو عنده مثلا انفيزيما او سي او بي نعم نعم اي اكيد انفيزيما وصار بها رابتشر اثناء تدريج نعم الاي بي بي في اكسلنت ممكن يس اكسلنت Thank you for this information. شكراً. شكراً. Okay, the other differential هو البلمونري أديما اللي سابقاً الاسم القديم هي cardiac asthma يسمونها cardiac asthma pulmonary edema. هم يجين المريض يجي نص الليل elderly ويجي shortness of breath وسويتي ومن خلص سمع نسمع رونكاي زين هل معقول هذا asthma؟ أنا رأساً المريض أسأل إيش كم سؤال أسأل فاميلي عنده. Hypertension, diabetes, ischemic heart disease قبل فإذا قالوا إيه وهذه العلامات مالته موجودة حتى لو سمعت رونكاي أنطي لازم أكسجين لازكس وإتسترا لأنه more likely this is a wheeze due to congestion of the lung وهل congestion ضغطنا على برونكاي وسوانا bronchial obstruction وقام يطلع هذا الويز بس هو مو أسمى وما راح يستجيب للفنتولين وإتسترا لا ولا الاستيرويد فأهم شيء شنو بهذول المرضى هم يعني هم طبعا قليلين يعني بالبراكتس يمكن بس مرة واحدة شايف واحد كاردياك أسمى اللي هو بالمونري أديما ويجي ويز أوكي فهذا هم يعني شنو يعني إذا شفنا الأديما عنده جي في بي مثلا مرتفع مالته this is straight forward والأكس راي بعد أوضح راح أشوف إن البات وينك مال بالمونري أديما إذا شاك أنا بالموضوع وما ومستعجل أنطي تريتمنت مال الاثنين أو تمهم أنطي تريتمنت مال بالمونري أديما وتريتمنت مال الأسمى ما خسران شيء يعني ما راح يصير شيء أوكي ما عدا طبعا ما عدا البرونكو دايليتر راح يسوون تكيكارديا عند المريض أحاول يعني أتجنبها إذا ما متأكد من التشخيص أوكي البالمونري إمبوليزم أيضا مكتوب بالبوكس إنه ممكن يجي المريض with wheeze cough and wheeze and shortness of breath
بس this is rare. والعندنا البالمونري إيوسينوفيليا. Pulmonary is a special entity. إنه ال patient يكون عنده infiltrate in the lung ويكون عنده bronchi وإيوسينوفيل very high عنده. وأيضا مرات سرد skin manifestations. شنو الانفستيجيشن نحتاجها لتشخيص البالمونري أديمة البالمونري سوري أسمى الأسمى سوري. طبعا اللانج فانكشن تيست او بالمونري فانكشن تيست او السبايرومتري. سبايرومتري يشمل لنا ال اف اي في 1 فورس اكسبيراتوري فوليوم 1 سكند وفورس باتر كاباسيتي بيك فلوميتر. وكل ما كان عندنا الجهاز اكثر يعني بي اوبشنات هواي ممكن عندنا بلاثيزموغرافي طلعنا اللانج فوليوم طلعنا الدلكو اللي هو السي او diffusing capacity حتى يفرق لنا بينه وبين interstitial lung diseases والpulmonary hemorrhage. بس احنا عندنا المتوفر هو السبايروميتر اوكي اللي هو يطلع لنا بس الفلو اللي هو فورس فايتال وتفاصيله. فنسوي اذا احنا نريد نشخص بطريقه كامله ونثبت التشخيص مالتنا وخاصه الميديكو ليجال يعني ودي pulmonary function test. إذا المريض على اتفاقنا إذا كان مايلد و اسمتوماتيك شو راح يطلع البالمونري فانكشن؟ مايلد و اسمتوماتيك نورمال راح يطلع نورمال. فمعناها يعني السؤال الآن نورمال بالمونري فانكشن تيست اكسكلودينج اسما نوت اكسكلودينج اسما نوت اكسكلودينج إلا استثناء إذا كان هو acute exacerbation ممكن يطلع البالمونري فانكشن مالته obstructed. أوكي الشغلة الثانية هو البيك فلوميتر. بيك فلوميتر جهاز بسيط أنا محضرت لكم واحد يعني حتى نشوفه. ما أدري واضح بالصورة؟ نعم واضح. أوكي هذا البيك فلوميتر يا شبابنا يا ريت بالمستقبل من الدامون إن شاء الله أنتم براتهاتكم وحتى لو عياداتكم أو بالRCU هذا يفيدنا simple okay وavailable وممكن ينطينا فكرة جيدة جدا عن severity of obstruction وهمنا ينطينا الفكرة عن imminent respiratory failure and deterioration. كلش بسيط هو يعني هذا فلوميتر مثل ما تشوفون ب هاي التدريجات خلينا نقول باحسن يجي ب من 60 الى 800 اللي هو شنو 60 الى 800 لتر بير منت لتر بير منت اوكي. وهذا المؤشر مالته اللي يتحرك انا اول ما اريد استخدمه اصفره خليته على الصفر اوكي. بعدين ألزمه بطريقة هالشكل يعني أخلي اثنين دي ألزمه من الجوانب ما يصير أخلي يدي على هذا المكان أوكي وأخلي مستقيم أوكي. أسحب نفس كلش قوي أقول للبيشنت يسحب نفس كلش قوي خليه بحلقة وسد حلقة عليه وينفخ بعدين نفخة أقوى ما يمكن وأسرع ما يمكن يعني نفخة انفجارية نسميها. ليش؟ لأنه نريد نشوف البيك of the expiration of the person. اوكي راح اسويها قدامكم. اوكي هسه ايش قد قرا عندي هنا؟ قرا 650 تقريبا which is normal. زين شلون يفيدنا البيك فلوميتر؟ يفيدنا البيك فلوميتر طبعا هذا مو كافي هسه طلع 650 لازم اسوي ثلاث مرات اسوي مره ثانيه والنوبة اسوي مره ثالثه اشوف اعلى قياس ايش قد هو هذا الصحيح. اوكي في 3 تايمز افري وان سيشن 3 تايمز لازم اسوي واشوف ايش قد على قياس اسجله انه هذا اليوم الاحد الساعه 9 البيكو فلوميتر مالته طلع 650. اوكي اجي ثاني يوم باشر همين اسوي هم في 3 مرات الصبح ظهر بالليل اسوي وما اخذ المعدل مال كل واحد. زين اشوف بعد يومين بدا يقل هذا دا أسوي أنا يومية وأنا أسماتك وأخذ علاج بدأ يقل صار 400 صار 300 فمعناه شنو I am deteriorating. حتى لو ما السيمتومز مالتي كانت واضحة
لازم رأسا أروح أراجع. أوكي؟ بالآر سي يو بيش يفيدني أو بالطوارئ؟ بالطوارئ يفيدني أنه أشوف البيك فلوميتر من أول نفخة أو أول 2 نفخات، أشوف المعدل مالتهم إذا كان في شيء أي أقل من 300. أوكي؟ This is means severe airway limitation, severe peak flowmeter test is diminished of this patient. يعني أقل من 300. أوكي؟ كل ما بعد قل أكثر كل ما هذا. بعدين إذا هذا بالنسبة لل severity of airway obstruction. فإذا أي شيء أقل من 300 this is severe. زين أنا المريض جاني بال RCU أو بال ICU sorry وسويت له أنا دا أتابع يعني حولوه من الطوارئ حولوه يمي دا أتابع أول ما دخل يمي كان 300 ورا نص ساعة صار 200 ورا نص ساعة صار 150 ف this is an imminent respiratory failure this patient may need intubation فمعناها راح يصير silent chest معناها راح يصير CO2 retention عنده هذا مجرد بهذا السمبل instrument اللي موجود واللي متوفر ورخيص بنفس الوقت وأرجو أنه يصير بالبراكتس وياكم دائما موجود في كل مكان أنتم به. It is very simple. Okay. أبو الأسمة أريد أن شخص الأسمة مالته. Diurnal variation مالته أكثر من 20% diurnal variation. يعني سويت الصبح والظهر وبالليل. أشوف الصبح طلع عندي 500. الظهر طلع عندي 300. بالليل طلع عندي 650 مثلا فأسوي نسبة بين هذين القراءات مالتي إذا كان الفاريشن مالتي أكثر من 20% أوكي بين قراءة وقراءة this mean I am asthmatic I am asthmatic ليش؟ لأنه مثل ما اتفقنا بتعريف الأسمة it is a variable airway obstruction not a fixed air بينما إذا كل ما أقيس يطلع نفس الشيء وعلى مدى شهر كامل كل ما أقيس نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء This is a fixed airway obstruction يمشي ويا other diagnosis other than asthma أوكي okay. الفحص الثالث اللي يستفيد منه arterial blood gas analysis واتفقنا إيش قد أهميته هو بالacute exacerbation وخصوصا البيشنت اللي عنده hypoxemia, cyanosis, body surrender deterioration with sweating and anxiety etc. IBG is very important إذا طلع عندنا CO2 high أو increasing CO2 الأسيديتي and pH is low this means an imminent respiratory failure and maybe imminent death for this patient so I need IBG for asthmatic patient okay allergy test هذه فحوصات العلاقة بالسكين هسه نمر عليها على السريع imaging قد نحتاجها بس احنا عندنا الimaging بالICU يعني لما ندخل لكم المريض والأسمع شو وقت أحتاج الإيميجينج؟ ممكن يشاركون الرأي شو وقت أودي الأكس راي؟ واحدة منهم قالت من زميلتكم تمارا اللي قد يكون possibility of pneumothorax لأنه ذول الأسماتيك patient إذا صار سبير أسماء وده أنطي علاجه ما دي يصير زين زين أفحصه هو كل silent chest poor air entry ده بس بالبركشن أحس أكو منطقة من المناطق عندها hyper-resonant قد يكون نيموثوراكس فالنيموثوراكس هسه واحده من الكومبليكيشن اللي اريد اشوفها بالاسماتيك بيشنت اللي دخل يمي بالاي سي يو اند هي از ديتيريوريتنج نوت ريسبوندينج تو ميديكيشن او تريتمنت بعد شو وقت اسوي اكس راي او جو سي تي سكان ممكن تشاركوني شباب من يصير عندنا فد more sudden deterioration يعني patient بوضع معين بعدين suddenly كل الparameters مال تختفت يعني ما أشوفها more gradual okay. so the patient is deteriorating and not responding to treatment is yes, very good أريد أشوف شنو اللي موجود باللانج ليش ما يصير عنده response نعم منو اللي pneumonia pneumonia as a cause of exacerbation yes ماذا أشوف اسم المتكلم؟ سوري أستاذ أنا دكتور وحيد. نيمونيا as a cause of exacerbation of asthma. Yes, excellent. Pneumonia. Yes, excellent.
دكتور وحيد يس الليمونيوم اللي المفروض ايش اقول انا يعني الاحسن اقول اذا البيشنت كان فيبرايل مثلا التمبرتشر مالته 39 اند ابوف اوكي و possibility of pneumonia فأسوي له X-ray which is very good yes الوراها همين other indication هو possibility of atelectasis of the lung atelectasis والatelectasis أشوفها لما أفحص الشيست مالتي وألقى واحدة من المناطق أنه poor air entry decrease vocal fremitus dull percussion notes decrease air sounds okay فأتوقع atelectasis والاتلكتسيز مرات تصير من الأسمة نفسها مثل ما اتفقنا قبل شوية وقلنا بأنه بعض المرضى يصير عندهم تينيشيس ميوكوس سكريشن راح تسدنا البرونكاي ويصير اتلكتسيز أو لا هي الاتلكتسيز نفسها اللي صارت نتيجة انفكشن نتيجة فورم بودي اتسترا اكساسربيتنج ذا أسمة خصوصا بالأطفال بالبيدياتريك ايج جروب قد يكون فورم بدي هو أسماتيك أوكي وصار عنده more deterioration in the symptoms due to this atelectasis يعني منطقة كاملة أو لوب كامل أو كل اللونج صارت atelectatic أو collapsed هو منها أسماتيك فبعد راح يتنفس من رئة واحدة فيصير عنده more deterioration فهذه أهم النقاط بالشوكت أحتاج الأكسري possibility of pneumothorax possibility of infection يعني خاصة مع الفيفر والهاي وايت بي سي كاونت مثلا هاي اس ار هاي سي رياكتيف بروتين اند بوسيبيليتي اوف اتلكتسيس يعني مثلا لما نشوف التريكيا ديفييتد تو وان سايد هذا قد يكون عنده هايدر اتلكتسيس هير او تنشن نيموثوراكس هير فهذه ايش وقت احتاج الاكس راي اوكي طبعا الفورم بودي هم يعني دائما نكررها الفورم بودي از انذر انديكيشن اوف اكس راي ايضا assessment of airway inflammation راح نشوفها وبعض البلد تيست المهمه هسه نجي عليهن على السريع ان شاء الله ما تكون تعبتوا لا لا زين الام لا بالعكس interesting lecture بالعكس دكتور شكرا جزيلا ان شاء الله عفوا عفوا اوكي هسه lung function test حكينا احنا قبل شوية على البلمونري فانكشن تيست السبايروميتر جهاز السبايروميتر يفيدنا بالدياجنوسيس اوف اسما يعني وشلون الدياجنوسيس انا ما يصير اقول اسما الا اسوي ريفرسابيلتي يعني سويت دزيت البلمونري فانكشن طلع عندي اوبستركتيف اير واي ديزيز طلع عندي الاف اي في 1 قليل الريشيو بتوين اف اي في 1 فورس بادر كاباسيتي قليله هذا اوبستركشن تمام بس از ات ريفرسابل اور نوت لازم أودي reversibility. reversibility عندنا أكثر من طريقة. يا إما أنطي الفنتولي نيبولايزر وأنتظر 15 إلى 20 دقيقة وأسوي الفحص مرة الثانية. الفحص الثاني بين عندي زيادة بالFEV1 أكثر من 200 مل أو 15% من القياس الأول. أوكي 200 مل أو 15% FEV1. This is a reversible airway obstruction. يعني مو شرط يرجع للنورمال. هذا البلمونري فانكشن يصير نورمال لا. بس الـ FEV1 يزداد 200 مل أو 15% بعد ما نطيت الفنتولين وانتظرنا 15-20 دقيقة. ف this is a reversible airway obstruction. This will aid in the diagnosis of asthma. Okay. أكو كلام طبعاً عن reversibility بالـ COPD. إن شاء الله نجي عليه لما نجي على الـ COPD. ايضا الثاني بالانديكيشن مال سبايروميتر هو انه انا اعطيت علاج المريض زين اريد اعرفه صار زين ما صار زين هو ده يقول لي انا والله شويه تحسنت شويه القحه راحت مني شويه من. كلام المريض مو واضح يعني اجي افحص المريض بعد عنده ويز ايش اسوي الان بعد ما اعطيت علاج بعد شهر بعد اسبوعين ارجع اسوي له بالمونري فانكشن تيست او سبايروميتر أشوف إذا صار عنده ريسبونس المقارنة مع القراءة والقراءة الثانية أكو عنده مور ذان ذا ريفرس يعني صار عنده 300 ميل 500 ميل امبروفمنت أوكي ذس إز جود معناها وي آر إن ذا رايت واي أما بالعكس إذا أنا سويت له الفحص وطلع ليس ذان بريفيوس معناها يا إما المريض ما ياخذ علاجه يا إما ياخذ علاجه
بس ما بده ياخذ الانهيلر بطريقه صحيحه، يعني ما متعلم صحيح، اوكي، يا اما تشخيص غلط. فهذا فائده السبايروميتر هنا بالمونيتورين. الشغله الثالثه السيفيريتي اوف اسما او سي او بي دي، همين تتحدد بال بي اف تي. اكو قياسات عندنا لما يكون يعني 70% او من 50 الى 70 او من 30 الى 50 او اقل من اي شيء اقل من 30 this is a very severe obstruction. وبعد تجي التدريجات الفوق. اوكي اللي ايضا يشوفوا هذا السبايروميتر وخصوصا اذا جهاز من هذين الاجهزة الحديث اللي طلع لك فلوميتر، ممكن اشخص من خلال هذا السبايروميتر انه هذا المريض عنده upper airway obstruction مو اسمه، يعني بالمشكلة بالتريكيا أو بالفوكال كورد من خلال الرسم. هسه راح نشوف أمثلة عليه. أقدر أقول this is not asthma, this is a fixed airway obstruction, I need CT scan, I need bronchoscopy. هذا بس من خلال هذا الجهاز البسيط. وأيضا الفولو أب مع المريض مالتنا مثل ما اتفقنا. أوكي؟ الريفرسابيلتي الشغلة الثانية، إما أنا مثل ما اتفقنا نعطيه فنتولين وانتظر 15 دقيقة، أو لا ما كان عنده متوفر النبولايزر والفنتولين والسبيسر، شو أسوي؟ أنطيه أورال ستيرويد، أنطيه بريدنيسولون 30-40 ملغرام وانتظر أسبوعين إلى 4 أسابيع وأرجع أسوي له البالمونري فانكشن. إذا هاي الباراميتر تحسنت عندي مثل ما اتفقنا، هذا هم يعني تيست ثاني للريفرسابيلتي. اوكي، اما انطي نيبولايزد انهيلر، او اذا ما كان عندي النيبولايزر اجيب السبيسر. السبيسر حضراتكم يمكن شايفيه، انا هم حضرت لكم واحد. هذا هو السبيسر اللي هو كلش كلش مهم بالبراكتس مالتنا يا شباب. هذا السبيسر جهاز بسيط جدا يفيدنا بالناس اللي ما يعرفون يستخدمون الانهيلر مالتنا بشكل صحيح. طبعا هذا الانهيلر وكل واحد يدبرها بالاستخدام مالته. حتى مره سووا استدي على الميديكال ستاف، انطوهم انهيلرات وعلموهم، هواي منهم طلعوا ما دبروا الاستخدام مالته بشكل صحيح، وهذا حق طبيعي يعني مو فد مشكله. الاستخدام مال الانهيلر ببساطه اكيد كلكم تعرفوا، بس ايش اللي يعني باعتبار احنا بدنا نسوي هذا، اسوي شيكينج للانهيلر في فيو سكندز، بعدين اخذ نفس واطلعه، أقطع خليه بحلقي، أخلي الشفايف عليه، أبخه، أقطع نفسي تقريبا 10 ثواني. أوكي، أكثر الناس مشكلتهم شو يسوي؟ هاي هم يعني أحكي لكم إياها كبراكتيكال بوينت، لأن محاضرتنا براكتيكال إحنا اليوم. أكثر الناس يا إما من بعيد يبخ هالشكل، يفتح حلقه ويبخ من بعيد، هذا ما يفيد، أو يبخ ويبلعه، اوكي، او يبخ والنفس مالته ياخذه يعني قليل، بس مجرد هالشكل ما ياخذ نفس عميق مثل ما اتفقنا. فاذا احنا شو نسوي اذا المريض يعني اول مره يستخدم البخاخ؟ لازم شوي نقعد يمنا نصرف عليه فد نص دقيقه دقيقه ونعلمه هذا البراكتس مال هذا الانهيلر اللي هو ميترد دوز انهيلر. وذنيش البخاخات عادل، عفوا الدراي باودر انهيلر الجديدة أسهل طريقة، بس هذا بعد لا يزال يستخدم خصوصا بالأطفال. فهذا الجهاز الطفل لازم نستخدم السبيسر، يعني شلون يدبر ما يدبر. أو الإلدرلي، إلدرلي صعوبة التعليم، عدس نظرة ضعيف ما يعرف من نتعلمه، سمعة ضعيف من تحشيله مدى يفتهمك، أو جربت وما فاد وياه، فنستخدم السبيسر. هذا السبيسر كلش بسيط، هو مجرد بطل فارق لا اكثر ولا اقل، به مكان هنا نخلي به هذا الانهيلر. اوكي اوكي، والمكان الثاني الاوبننج اللي راح اخليه بالماوث مالتي. فهذا من استخدم السبيسر، بعد ما يحتاج هاي الميكانيزم اللي شرحناها قبل شويه. كل ما هنالك البيشنت يسوي شيكينج للبخاخ من برا اول مره ويخليه هنا يدوسه ويتنفس منه. ها طبعا بصمام هنا
خليك تسحب الهواء بس من تدفع الهواء يطلع من هاي الفتحة اللي برا. أوكي، فإذا هذا البخاخ راح يتجمع هنا، يعني الدوز of this inhaler راح يتجمع هنا، وخلال أنت نص دقيقة تسحبه حتى لو نفس مو عميق، حتى لو مثل ما حتى لو نفس طبيعي، بس تكرار هذا الأنفاس راح تجيب كل الدوز هذه وتخلينا نتنفسها. فهذا السبيسر همينة لازم يصير عندنا براكتس، وعدكم وعدنا وعد كل احنا اللي لنا علاقة بالرسبيراتوري لازم عندنا براكتس دائما. المكان اللي أنا أعمل به لازم يكون عندهم سبيسر، وحتى بالمستشفى وحتى بالكلينيك وحتى في أي مكان، لأن هذا أحتاجه. تصوروا مثلا في يوم من الأيام نحتاجين المريض جانا سفير لأل وأكيوت إكساسربيشن والجهاز النبولايزر عاطل، زين شو أسوي أنا هسه؟ خب هذا البديل عن النبولايزر، يعني ما كان ما أعطيني بلايزر وسوليوشن، هذا نفسه أخلي أعطيه نفس الدوز اللي إيش قد أحتاج. هذا الفنتولين مثلا، هذا مو فنتولين بس، الفنتولين أقدر أستخدمه بختين كل 20 دقيقة، كل نص ساعة بختين. يعني تصور إذا المريض يمك ساعتين، أنا منطيج قد تقريبا فد 10 مرات منطيب على بختين. أوكي، وبالسبيسر العفو دكتور مصطفى، ممكن ينشد ويا أكسجين بالسبيسر؟ هذا لا، هذا ما ينشد ويا أكسجين مع الأسف، هذا فقط ك يعني انهيلر لسهولة الاستخدام، خصوصا البيشنت اللي تعبان اللي ما يقدر ياخذ نفس عميق، الالدرلي والتشيلدرن. انا دائما استخدمه اول ما اشوف المريض طفل او كبير بالعمر او ما يعرف يستخدم البخاخات مالته، ما يدبرها يعني، راسا اجيب هذا السبيسر وامس اعرف شيء بسيط، يعني من 10-15 ل 25 ألف، يعني فشيء مو كلش غالي، ويبقى مش قد ما تريده يبقى. بس بشرط شنو؟ بشرط انه هذا كل مثلا كل فتره اسبوعين ينغسل، يعني هو عادي قابل للغسل عادي، ماكو هذا القسم ينفتح البلاستيك مالته ينغسل وفرشه وما ادري شنو. نفس الشيء هذا همينه من الاشياء اللي بالبراكتس ما يسووها شبابنا، يعني هذا خاصه اللي بستيرويد يعني انهيل ستيرويد، بالاستخدام المستمر راح يتجمع هنا ستيرويد، وممكن يصير بي يعني مونيليال او فنجل اوفر جروث بالمكان هذا اللي راح ينتقل همين الحلق المريض، او بالعكس من حلق المريض ينتقل الى هنا. فهذا يفضل انه اذا مو كل مره استخدمه انه افتحه وهذا اجيب مجرد غسله بالمي والهذي والزاهي، اوكي مي دافي، وهذا مره مرتين حتى لو بس مي، اوكي هم كلش كافي. ليش؟ لانه حتى ما يصير مكان للمونيلياسيس، وتعرفون المونيلياسيس is the commonest side effect of inhaled steroid. وأكثر الناس هم يضوجون من البخاخات، يقول من أستخدمه حلقي من الفطريات والبلع مالته يصير صعب، قسم منهم حتى يصير esophageal مونيلياسيس يصير dysphagia عندهم. فبليز يعني these simple tricks and practice مهمة أريد نقولها على هذا المجال. زين، هسه هذا مثال للبالمونري فانكشن تيست اللي هو هذا البيك فلوميتر. البالمونري فانكشن قراننا هذا طبعا مثال حقيقي مثل ما تشوفون، هذا الاف اي في 1 38% بالقراءات يعني بالارقام، وهذا الفلوميتر اف اي في 1 38% الريشيو 46% البيك اكسبيراتوري فلو. طبعا البيك فلوميتر هذا كجهاز يعني يقرأ البيك فلوميتر، بس بالسبيروميتر هم هنا أكو قياس مع الفلوميتر، يعني هو نفسه يقيس لأنه راح ينفخ المريض بقوة، فراح يقرأ البيك فلو اللي هو بالضبط هذا هنا اللي هو بيك of the curve، هو هذا البيك فلو مالتنا. أوكي، وإذا الجهاز متطور وعندنا هذا الصندوق البوكس الكبير ممكن يقيس لنا اللون كاباسيتي، يقارن بأنه lung capacity more than 100%، معناه شنو؟ عند hyper inflation total lung capacity كبير. هذا الفلوميتر مهم شنو؟ يعني أكو الشمسورة من نحفظها إحنا، بعد مجرد بس نباوع على الفحص مع الوظائف الرئة نقدر نقول هذا obstructive، هذا restrictive، هذا upper airway obstruction، هذا normal. أوكي، هذا مثال
على الاوبستراكتيف اير واي ديزيز اللي هو اسمه او سي او بي دي. شلون يصير؟ احنا المفروض البيك فلو مالتنا يجينا بهالطريقه، يجي منا بعدين ينزل بسلوب وينزل هنا. زين من صار بخسفه بهذا المكان، اوكي، صار مثل اللي خلينا نسميها مثل القدم بالضبط، صوره القدم، يعني ممكن واحد يرسم رجل. فمن نشوف هاي الصوره this is an obstructive airway disease، لان المريض من ياخذ انسبريشن هذا الجو انسبريشن طبيعي، من ينطي اكسبريشن مو طبيعي، اشو ده ينزل هنا عندنا وبعدين بصعوبه ده يطلع الى ان يوصل للمكان. فهذا مبين معناها اكسبيراتوري فلو ليميتيشن عند هذا اوبستراكتيف اير واي. انا اول ما اشوف هاي الصوره this is an obstructive airway disease، لو اسمه له سي او بي دي شو اسوي؟ اسوي ريفرسابيلتي. اذا طلع بالارقام ريفرسابل this is اسمه، ما طلع ريفرسابل سي او بي دي. اوكي، البيك فلو ميتر مثل ما اتفقنا حكينا عليه، بعد ما يحتاج نعيد. Arterial blood gas. نعم، من حاب ملاحظة؟ ماكو شيء؟ أوكي، نكمل. نعم نكمل. نعم. Arterial blood gas أنتم تستخدموها هواي بالآي سي يو. أي واحد سفير أسمه لازم أستخدم له. أي واحد exacerbation of أسمه حتى لو ما كان ساينوز، لانه انا يجوز يعني ما شفت الساينوزز عنده والبيشنت هو لونه دارك ولونه كذا، فهمين اسوي له. واذا كان عندي الاوتو اقل من 92 متري اسوي له همين بلاد جاز اناليسيس. اوكي، ومثل ما اتفقنا انه الهايبر كاربيا از ريسك اوف ديث. الأرجستي ما راح أتكلم عليها لأنه مو اختصاصنا حتى لنأخذ وقت هواي بيها، بس أنتم مرات يجيكم مريض جاب لكم القائمة مع فحوصات الألرجي ومسوي له للأيج وللداست وللهورس وللدوغ وما أدري شنو. فهذا بيش تفيدنا؟ هذا تفيدنا بالألرجيك تايب أوف أسما، المريض اللي يتحسس من بعض الأشياء، أريد نعرف من شنو يتحسس. مشكلته أنه السنسيتيفيتي والسبسيفيتي مالتها قليلة، ما كلش يعني يعتمد عليها بالتشخيص والعلاج، بس يفيدنا. وين يفيدنا؟ نسوي له اي جي اي، هذا المريض كالرجي تيست، نسوي له اي جي اي حتى نعرف ان هل يحتاج بالمستقبل المريض المونوكلونال انتيبودي اللي هو الاوماليزوماب اللي يسمون انتي اي جي اي ثيرابي، اللي هو يعني نسبيا علاج حديث صار له تقريبا في 10 سنوات او شيء، وجن هم يعني بعد وراها هواي اجيال من الانتي اي جي اي. فالانتي اي جي اي ما اقدر انطي اذا ما اسوي الاي جي اي ليفل واحسب على الويت. الايمجينج اتفقنا يا شبابنا بانه اول شيء تو كونفيرم اذر دايجنوزز، احنا كاسمه باي اتسلف ما نحتاج اكس راي لان راح يطلع نورمال، بس اذا شاك اني باشياء اخرى، شاك بابر اير واي اوبستراكشن، شاك بالمونري اديما، شاك ثرومبوليزم اسوي له سي تي سكان بالمونر انجيو، شاك بتيومر، شاك بنيمونيا فورم بودي او كومبليكيشن اوف نيموثراكس اتلكتاسيس، كلها اسوي له. هذا مثلا يا شبابنا وحده من الاشياء الكيسات، هاي كيس قديمه حتى تشوفون الصوره مو كلش واضحه، يعني صورتها بالتليفونات القديمه يعني قبل سنوات طويله، بس محتفظ بالصوره للبراكتس. هذا المريض عنده كرونيك كاف وما في أشكال وألوان للتريتمنت أو أسمى، ما أخذ ستيرويد، أكثرهم يجون كوشينويد ومشاكل الستيرويد، والكاف مالته ما تروح. أوكي، فسمبلي هذا المريض نسأله كم سؤال، وهاي سي تي سكان، هذا سي تي سكان ستيرويد. اوكي، هذا السي تي سكان يا شبابنا بينت عندنا، ما حد يعرف السي تي سكان يقدر يقول ايش بيها؟ ماشي بالمنار ماركينجز انفيزيما،
هذا ميديستانال ويندو الحقيقه، الميديستانال ويندو ما يبين بي اللانج، يعني هسه ما نقدر نقولها انفيزيما لان هذا ميديستانال ويندو يطلع لنا بس الميديستاينم. هنا اللي يبين عندنا شوفوا شبابنا هذه التريكيا وهذا الاسوفيكس جواها، الاسوفيكس دايميتر مالته اكبر من التريكيا هوايه، يعني هذا التريكيا وهذا الاسوفيكس، اكو هيجي الاسوفيكس هلقد عرضه، يعني المفروض هو الاسوفيكس بالنورمال بيشنت او نورمال بيرسون يكون كولابس اصلا، يبين هيك مجرد سلت. فلما يكون عندنا هيك اسوفاجاس اوكي، ف this is an esophageal dilatation due to many causes due obstruction the chronic GERD hiatus hernia etc اوكي. ولو هذا يعني القريب من التريكي unlikely ما له علاقه بالهياتس هرنيا، بس هذا اكو اسوفاجيال دايليتيشن. وجود اسوفاجيال دايليتيشن of any cause is a risk factor of what? جيرد. جيرد، yes, very good. هو الجيرد. فهذا البيشنت اللي جانا with chronic cough وهاي الصورة مع الاكس راي السيتي سكان مالته وعنده history of acidity ومن ينام يقحقح وما ادري شنو، وهاي السيتي سكان هذه تثبت لنا وجود الجيرد. اوكي. فهذا البيشنت يحتاج temporal treatment with proton pump inhibitors حتى تروح الكاف من عنده، ويحتاج انه جي اي كونسلتيشن اندوسكوبي تو سي وات از ذا كوز اوف ذس دايليتيشن. اوكي، هاي الصوره الثانيه، المريض هم يجان كرونيك كاف. اوكي، كرونيك كاف وعنده هاي السي تي فايندينجز اوف ذس اوباسيتي ان ذا لوور لانج، وقسم منهم عالجين كلانج أبسس، قسم منهم عالجين كتيبي، بس بالحقيقة ما له علاقة لا بهذه ولا بديش. هذه هذا البيشنت عنده جيرد سمتمز سمينا، بس الكوز ما جيرد سمتمز هو هياتس هرنيا. هياتس هرنيا، شوفوا مثلا هاي الصورة الثانية اللي هو بالساجيتال سكشن هنا، شلون الدايفرام قد صعيد واصل قريب الأبكس of the lung. أوكي، شوف وين واصل هنا، وهاي الستومك وهاي الكولون، وهذه طبعا تؤدي الى شنو؟ الى وجود ديسنيا وهياتس هرنيا موجود عنده بنفس الوقت، فهم يسوون كرونيك جيرد سمتمز. فهذا الراديولوجي هنا الاكس راي والسي تي سكان ساعدتنا بالتشخيص. هذا شو تقولون عليها؟ صحيح يعني خبرتكم بالسي تي سكان يعني على قد المرحله مالتكم، بس انا اقول لكم هنا اوكي، هذا هم يعني فائدة السي تي سكان بالتشخيص مال كرونيك كاف اند اسما لايك سمبتوم. هذا البيشنت اجت، طبعا بيشنت حقيقية حتى اسمها موجود، اسمها سليمة شاكر اوكي، في 2018. شنو هذا الكيس هذا مالتنا؟ هذا هم يعني اجت with كرونيك كاف شورتنس اوف بريث اند ابنورمال بريث ساوند. هم يعني طبعا اذا واحد ما كل شيء يدقق وياها هم يعني يقول هذا اسما يعطيها علاج مال اسما. المشكلة أنه الستيرويد الأورال ستيرويد ممكن يخفف من أي symptoms of obstruction، يخفف منها بس ما يروحها. زين، إحنا لما نجي نفحص المريض يا شباب، قلت لكم يعني واتفقنا على أنه البيشنت اللي يجينا with any respiratory symptom نفحص الـ upper airway nose والماوث والنيك، وبعدين نفحص الشست، نفحص الليف نود طبعا. المهم هذا المريضة ببساطة كان عنده جويتر، جويتر أوكي، ولارج جويتر، وكان عندها الساوند مالتها سترايدر، سترايدر أوكي مو ويز. تمام، تأكدنا من خلال السي تي سكان، شوف السي تي سكان هذه الجويتر شقد كبيرة، هذا الجويتر، وشوف التريكية شلون صار سليت لايك. المفروض التريكيا دائرية والقطر مالتها 2-2.5 سنتيم، هنا ايش صاير؟ هنا صار سليت لايك. زين، هذا شلون يتنفس المريض من هذا السليت لايك؟ يتنفس بصعوبة وعنده سترايدر اكيد. فهذا البيشنت كريتيكال، لانه اي بليدنج، اي سيست رابتشر بالما ادري بالثايرويد، ان تروما ممكن يسوي كومبليت اوبستراكشن اوف ذا سليت. يعني هي الآن تتنفس من خرم قطرة يعني تقريبا نص سنتيم أو أقل من نص سنتيم قطر، هذا اللي تتنفس من عند المريض. أي بريشر آخر ممكن يصير complete obstruction. فإذا هنا هم ساعدتنا CT scan
بتشخيص الحالة من هذا المريض اللي هي مسدياجنوز أس أسمى. هذه الصورة أخرى واضحة همين اللي هو سبتراكشن، ديجيتال سبتراكشن، طلعون هنا بس التريكي، وشلون نشوف التريكي هنا تتضيق بهذا المكان. أوكي، تتضيق بالمكان الوسطي اللي هي بالثراسك إلت، هذا سبير أوبستركشن هنا. قد يكون هذا post intubation stenosis. هذا الكيس الثانية، هذا الكيس سمينا حقيقية من كيساتنا، شلون نشوف التريكيا هنا، شلون يصير بيها نوع من الجرانوليشن إلى أن توصل إلى مرحلة صاير بيها narrowing at one level. أوكي، هذا هم post intubation stenosis. البوست انتوبيشن اللي احنا وانتم تتعاملون وياه هواي، المريض يجي ورا 3 اشهر هالشكل تقريبا، عنده شورتنس اوف بريث. هذا الشورتنس اوف بريث مالته نريد نتاكد من عنده شنو، اكو انفكشن؟ لو بما انه مسوي انتوبيشن لازم افكر، لازم دائما اي واحد مسوي برولونج اوبريشن اسوي له اسسمنت اوف ذا تريك. يعني هذا اذا سوينا له البرمانر فانكشن تيست راح يطلع فتيشر أو في سمن أبر وير أوبستركشن راح نشوفه. سوينا له سي تي سكان طلع إيروي نارون. أوكي، حتى شنو ناخذ المانجمنت عاد مالتنا بعدين. هذا مال assessment of airway inflammation اللي يشمل لنا السبيوتم إيسينوفيلك، يعني الأسمة مرات نقدر نتابعها ونشخصها إذا طلع السبيوتم إيسينوفيل، أو أكو جهاز يقيس لنا نيتريك أوكسيد سمن إكسل نيتريك أوكسيد، هذا يفيدنا بالفولو أب of the patient. والاثنين اتم الايوسينوفيل نيتريك اوكسيد يصير بس بالالرجيك تايب اوف اسما، بنان الرجيك ما يطلع شيء، لا سبيوتام ايوسينوفيل ولا اكسيد نيتريك اوكسيد ديمينيشينج. ما اريد اتكلم عليه الان، ما كلش بالبراكتس يعني ويانا مهمه الان. البلاد تيست اللي نحتاج البيشن بده اسمه، اول تو اكسكلود انفكشن نسوي الكومبليت بلاد كاونت سي رياكتيف بروتين او اس ار، ونشوف البلاد كاونت نيوتروفيل لو لمفوسايت لو ايوسينوفيل اكثر شيء، حتى نعرف انه جاست ان اسمه او ايوسينوفيليا لو لا عند اكسسربيشن ديو تو فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن او بالمونري ايوسينوفيليا اللي اتفقنا ان كل ايوسينوفيل عالي عنده بالبلاد وبالتشو همين الايوسينوفيل عالي. اكو كيسات اللي هي اللي ياخذون ستيرويد، اللي ياخذون ستيرويد راح يكون عندهم الايوسينوفيل ينزل والوايت بي سي هم تنزل، فمو معناها هذا المريض يعني لما نسوي له كومبليت كاونت والقى الايوسينوفيل نورمال ما عنده اسمه، لا مو اساله هو ماخذ ستيرويد لما ماخذ ستيرويد، فهذا النسبة القليلة مال الايوسينوفيل نتيجة الافكت مال الستيرويد. اوكي، اذا كانت نورمال الايوسينوفيل كاونت مو معناها ما عنده اسمه، اسال بالهيستوري. فاذا واحدة من الاسئلة انه اقول انه this patient is asthmatic and with normal eosinophil count is this a misdiagnosis of asthma or effect of steroid لو other مثلا viral infection etc. طبعا effect of steroid مثل ما تعرفون الاستيرويد يقلل الوايت بي سي ويقلل الايوسينوفيل ويقلل حتى النيوتروفيل. اوكي، عندنا يفيدنا ايضا بالفحص مالتنا غير الايوسينوفيل كاونت، يفيدنا الاي جي اي. الايوسينوفيل كاونت مو بس بالاسمه، ايضا اذا كان عندنا الرجيك برونكو بولمونري اسبرجيلوسيس اللي هو كومبليكيشن او اسمه، اذا كان عندنا البيشنت اللي عنده تشيرس ستراو سندروم اللي هو عباره عن اسمه وساينوسايتس وهاي ايوسينوفيل كاونت، وبعض الاحيان سكن ليجن يسمون تشيرس ستراو سندروم. اوكي، وتشيرس ستراو سندروم موضوع هم يعني كبير وبجوينت سيمبتومز واتسترا، او لوفلر سندروم. هسه هذا الكيس مثلا واحده من كيساتنا همينه البيشنت هذا اسماتيك، اوكي، وعنده ساينوسايتس بنفس الوقت وكرونيك ساينوسايتس، الايوسينوفيل مالته كلش عاليه اكثر من 10%، وعنده هذا السكن ليجن. هذا تشوفون حضراتكم هنا هذا الريد سكن ليجن ديستريبيوتد اول اوفر هيز هاند ايفن ذا ليجز. فهذا البيشنت اللي هو
asthma, sinusitis, high eosinophil count, skin lesion. يمشي ويا diagnosis of Church-Strauss syndrome اللي هو نوع من الفاسكولايتيس. اوكي يعني مو بس اسمه it is a pure asthma, asthma associated with Church-Strauss syndrome, يعني part of the diagnosis of Church-Strauss syndrome. ال IgE يفيدني حتى اشخص ال الأعباء اللي هي allergic bronchopulmonary aspergillosis اللي يصير complication of asthma. ونفس الوقت هم الـ IG اتفقنا انه اذا كانت عالية حتى نحسب الدوز مال monoclonal therapy اللي هم anti-IgE اللي هو في advanced treatment بالأسمة. زين هسه نجي على البرونكوسكوبي. البرونكوسكوبي بعض الأحيان يفيدنا في تشخيص الحالات المشتبه بكونها مو أسمة. مثلا هذا البيشنت، هذا البيشنت اسمه خلود اجت وذ كرونيك اوف شورتنس اوف بريث، ايضا ماخذ تريتمنت اوف اسما واشكال والوان. بس من تشوف المريضه انت اوكي طبعا كوشينود هي من الاستيرويد، وهذا هم بدها تتنفس بطريقه تختلف عن الاسما. شلون؟ بانه هم عندها نوع من السترايدر. هذا اللي قلت لكم البيك عفوا الفلو فوليوم، فلو فوليوم جراف، فلو فوليوم هاي مال نفس المريضه صورت لكم اياه. شوفوا قبل شويه شلون كان هذا النورمال اللي هو الرصاصي، المفروض هذا النورمال هالشكل يصير. زين هنا ايش عندنا؟ صار فلات كيرف، يعني مثل البوكس يسمونه، مثل البوكس، يعني الانسبيريشن والاكسبيريشن اثنينهم متساويات، خط الانسبي خط الاكسبي، يسمونه بوكس. إذا شفنا هذا بالبيك فلوميتر بالبالمونري فانكشن تيست، هذا قبل نقول this is a fixed upper airway obstruction, this is not asthma ولا COPD. أكو فد obstruction بالأبر airway، من دي يتنفس المريض ومن دي يطلع النفس، الobstruction هذا ثابت عندنا، فيسمونه fixed airway obstruction. فهذا المريضة احتاجية تسوي لها برونكوسكوبي، وهذا البرونكوسكوبي النتيجة مالته تشوفون حضراتكم انه هذا الفوكال كورد، اكو تحت الفوكال كورد ستينوسز، في سب جلوتيك ستينوسز هنا واضح عندنا، بحيث الجو الجلوتس حتى مسدود تقريبا، ما ادري تشوف التريكيا وينها، هنا نفس الشيء. فهذا فائده البرونكوسكوبي يشخص لنا why this patient is dyspneic and have strider. اوكي فهذا سب جلوتيك ستينوسز، هذا هم ارسلتها للكارديوثوراسك سيرجن for major surgery for dilatation or resection is someone with stenosis to end to end anastomosis. اوكي هسه اعتقد هذا الموضوع بين الاسما والسي او بي دي راح ناجله، لان شويه طولنا عليكم اليوم، ناجل هذا شلون نفرق بين الاسما والسي او بي دي، ناجله الى محاضره السي او بي دي. هذا هم الجدول مال سي او بي دي. زين اكو اشياء تجي ويا الاسمه ولازم هم ندور عليها، اللي هي sinusitis, nasal polyposis, GERD. even in children GERD is not rare، خصوصا الاطفال الاوبيس. اوكي اوبيس وعنده اسمه لايك ويقحقح وما يستجيب زين العلاج، افكر بالGERD. حتى يجوز يحتاج esophagoscopy او OGD حتى يشوف الانفكت او GERD وياخذ البي بي اي ويصير زين ويا العلاج. بعض الأحيان مريض مثلا هو أسماتيك وبنفس الوقت مدخن. زين مدخن صار له 15-20 سنة، باكيت باكيتين باليوم، هذا الآن الإجر obstruction مالته، هل هي related to asthma or related to COPD؟ I'm not sure. فأكو فد mixing بيناتهم، قد يكون COPD predominant، قد يكون asthma predominant، قد يكون mixture between both، بحيث يسمونهم اسمه COPD syndrome echoes، اسمه COPD syndrome، فشي مشترك بيناتهم. هذول يصيرون علامات منه وعلامات منه، ان شاء الله نحكي عليهم المحاضرة القادمة. management of asthma طويل عريض according to GINA guideline يبدي من الـ on need treatment of low dose inhaled corticosteroid and formoterol or okay or low dose inhaled corticosteroid taking whenever short
acting beta agonist is taken. بعدين إلى أن ننتهي إلى أن نزيد الدوزات مال inhaled corticosteroid ونضيف له long acting مثلاً formoterol أو salmeterol إلى أن نوصل للstep 5 for treatment اللي هي شنو نحتاج بها high dose ونحتاج بها tiotropium, spirevia نحتاج anti-IgE therapy مثل ما اتفقنا الأوماليزومام قبل شوي حكينا عليه أو الدراج الجديد اللي هي interleukin 5 أو 5 receptor antagonist أو الليكوترين 4 السبتر أنتاغونيست وهاي المرحلة يلا نضيف السيستميك ستيرويد أوكي يعني السيستميك ستيرويد مو من البداية ننطيها بالأسم وجزء كمان يعني كمان بيتفول يعني هواي من عندنا نستخدم الستيرويد من أول سمبل أسمه ما الأسمه نستخدم الستيرويد بعدين شنو سايد إفكت مع الستيرويد مثل ما تعرفون زين لما انطي يعني تريتمنت واصعد بالتريتمنت وبعدين اريد انزل شو وقت انزل التريتمنت انزل التريتمنت لما يكون البيشنت كنترولد فور ات ليست 3 مانس يعني اعطيت انا تريتمنت هو مرحله ثالثه ما يصير انزل المرحله الثانيه او اقلل من التريتمنت الا ما ثلاث اشهر هو اندر جود كنترول اوكي اوكي هذا البيولوجيكال اللي حكينا عليه قبل شويه اللي هو بالستيج 5 ننطي ان شاء الله خلصنا محاضرتنا واتمنى ما نكون تعبناكم هواي واذا عندكم اي سؤال انا حاضر يا شباب عاشديدك استاذ مصطفى عاشديدك عاشديدك دكتور عيني محاضره ممتعه جدا ان شاء الله تكونون استفاديتوا واستفادنا كل احنا يعني سويا العفو دكتور هيك فد ملاحظه بسيطه طبعًا. اذا تسمح لي ولو احنا مو شغلنا البيدياتريكس بس يعني احنا نعرف انه بالادلت مو الفيرست لاين مانجمنت مثل ما حضرتك قلت هو الستيرويد بس بالاطفال مو الباثوفيزيولوجي او الكوز اوف اسما يختلف بحيث انه هم المين باثولوجي عندهم او الباثوفيزيولوجي هو ديكريز بالكورتيزول ليفل شنو تعليقك على هاي؟ هذا الثيوري صحيح. أنا قصدي السيستميك ستيرويد دكتورة زينب. نعم. السيستميك ستيرويد اللي هو بريدنسولون أو مثيل بريدنسولون أو دكساميثازون اللي هو يعني أوفر يوزد الحقيقة. بس الانهيلد ستيرويد لا. الانهيلد ستيرويد قبل كانوا يخلوه بالستيج الثانية. هسه لا خلوه بالستيج الأولى. يعني أول ما نبدأ إحنا نعالج المريض سواء كان بيدياتريك أو سواء كان أدلت. أول شيء نعالجه هو نعطي inhaled steroid plus a bronchodilator يعني beta agonist كان يكون فنتولين أو فورموترول فمن استبلول الستيرويد نعطي متفقين أوكي you are right من أول شيء نعطي steroid inhaled بس inhaled مو systemic نعم systemic بآخر آخر step من step 5 يلا يحتاج المريض بعد أن نستنفذ كل الأشياء لأن نشوف إحنا إيش قد يجون خطية with complication of steroid يعني يجون bone disorder و pathological fracture و cataract و diabetes و etc. أي خطية لأن chronic use of steroid هو يرتاح للمريض وسهل يجيبه من الصيدلية أي ممنونة شكرا في اليوم جابت زوجها جايبينه بالبطانية زوجها أوكي ف... نعم يابش بيه هو طلع عنده بالمونري تي بي ادفانس تي بي ويسخن وما ياكل فايش يسوي له يجيب له شريط مال دكساميثازون يومي ياخذ شريط كامل 10 حبات على مدى كم شهر الى ان صار شنو بعد فد مره او اكستنسيف تي بي وما ادري دايابيتس ومايوباثي ما يقدر يمشي سهل يعني موجود من حي صيدلي هذا القصص هواي على الستيرويد فهذه احنا نحاول قدر الامكان نخلي الاستيرويد لاست ستيب او بالاكساسربيشن ما بين الاكساسربيشن اوف اسما نعطي التريتمنت العادي ونعطي شورت كورس اوف ستيرويد مثلا اوفر 2 ويكس 3 ويكس وقطعه تمام هاي بالبيدياتريك نفس الشيء نفس القاعده اوكي شكرا جزيلا دكتورة زينب شكرا جزيلا العفو شكرا جزيلا دكتور ممنونين عيني عشتيتكم استاذ مصطفى اذا اكو اي سؤال حتى اذا ماكو سؤال حتى نختم شبابنا الموجودين
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا أستاذ وليد. أهلا دكتور زيد. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. محاضرة كلش ممتعة وعاش في إيدك على المعلومات. بس بالنسبة إحنا كمقيمين تخدير، النقطة اللي بس حبيت أكثر توضيح، ولو يعني حضرتك غطيت كل شيء، بس حبيت أكثر تركيز على presentation sign of و symptom بالطوارئ. مريض إذا هو history of asthma وإجى للطوارئ، إذا acute exacerbation فرق بينه وبين life threatening، يعني السين والسيمتوم والبرزنتيشن، بس يعني كرؤوس نقاط حتى عشيدك عشيدك. هو هذا حقيقة لبة الموضوع اللي يعني أنتم معتنين به أو يخصكم أكثر. صحيح، أول شيء patient is distressed use of accessory muscle of respiration، يعني شوف حتى الستيرنوكليدومستود muscle، intercostal recession، subcostal recession، سواء كان pediatric أو adult هم يصير. sign of hyperinflation، يعني نشوف الشيست مالته ممتد، interspace between ribs and ribs is wide. وأكو فد تيست احنا نسميه diaphragmatic extrusion، ان نسوي percussion على posterior chest، نقول للمريض ياخذ نفس. اوكي، المفروض من ياخذ يطي نفس البركشن يتحول من دول اللي هو مكان الدايفرام الى شنو، الى ريزونانت تمبانت او ريزونانت، او صح هو تمانك بالابدومن يستخدمونه اكثر شيء، بالتشيست ريزونانت نستخدم يو ار اي هم يقولون مرات عليه. فبالعادي انه المريض لما يتنفس راح نشوف التغير من حركه الدايفرام، هذا اللي عنده هايبر انفليشن اوف ذا تشيست، بعدها يتروح لان الدايفرام نازل لي جوا ما يتحرك الدايفرام، وهمين ممكن يتحول الى دايفراماتيك فتيك يصير عنده الدايفرام، بحيث يقوم شنو حركته تصير بالادفانس ستيج ولايف ثريتنينج، ما يتحرك ده يصير فتيك ان مصل سن دايفرام. فاذا هذه كلينيكال. نجي على سماعتنا نسمع الشيست، قد يكون سايلنت تشيست او ديكريزين اير انتري. كان قبل شويه البيشنت ويزي، فاسال الطبيب اقول له شلون التشيست، يقول لي والله كان ويزي قبل ساعه بس هسه ربما يقول لك هيز امبروفينج، بس هو بالحقيقه مو امبروفينج، هيز ديتيريوريتنج، يعني بعد التنفس مالته مو بالقدر الكافي اللي يكفي للمريض، وما عنده طاقه انه يتنفس، هيز فاتيجد. اوكي، ذير از نو موفمنت اوف ذا اير انسايد ذا لانج، فهذا مو امبروفمنت، هذا ديتيريوريشن. اللي وياها الشيء الاخر انه البيشنت يكون سويتي، يكون دراوزي، يبدي ليش انه عنده هايبوكسيا ويكون دراوزي، واشعر به فتيك، يعني يبدي شنو يبدي ينتجي بعد ما يقدر يبدي ينتج على الجربايه، لان هو كان المفروض قاعد يادوب ياخذ نفس ومسوي ترايبود بوزيشن حتى يتنفس، ورا شوي اشو يبدي ينزل او نام على الجربايه لانه صار فتيك. الساينوسيس اوكي، وبعد عندنا البالسس بارادوكسس، البريشر مالته من خليت الكاف او على المونيتور من دي يتنفس دي ينزل البريشر 10 ملم مركر السيستول دي ينزل. اوكي، والاوكسيمتري مالته اقل من 92، اوكسيمتري اقل من 92، والسي او 2 از هاي بالبلد غاز اناليسيس، السي او 2 از انكريزينج اند اسيديتي بي اتش از لو. هذا كلهن علامات انه لازم احول المريض للاي سي يو فور مونيتورينج بلس ماينس. اذا هذا كله بعدين بدات ايضا استمرت فتره طويله عند المريض والبيشنت بدا يصير دراوزي وبدا ساينوسيس بالرغم من كل التريتمنت اللي انطي له، عاد ذاك الوقت انتوبيشن. والانتوبيشن احنا نحاول ما نسوي، اذا وصلنا مرحله الانتوبيشن ذير از هاي مورتاليتي ان اسماتيك بيشنت، نخلي يعني اخر الحلول لما البيشنت يبدا دراوزي يصير هي كان نوت بريث باي هيم سيلف. فهاي يا دكتور زيد يعني الاشياء المهمه indication for admission to the ICU and intubation. العفو عاشت ايدك استاذ العفو. بس بخصوص الاي بي جي، انا اذا سويت له اي بي جي وتوقعت انه هو ساين سيمتوم مال لايف ثريتنج، انه هو اشوفه ك ريسبيراتوري ديستريس تايب 1 اللي هو بس
PO2 لو تايب 2؟ لا تايب 2 اكيد، تايب 2 هو لايف-ثريتنينج، يعني يجي هذا سيجنيفيكانت تايب 2. تايب 2 يس، تايب 2 هو لايف-ثريتنينج، تايب 1 نوت لايف-ثريتنينج لان عادي اي اكساسربيشن اوف اسما ينزل عندهم الاو 2، بس هذا واحده ما يكفي لازم اروح على السي او 2. يعني اذا الاي بي جي هو واحد من الانديكيتر اوف يس، الانديكيتر اوف اسما المهم اللي قبل ان قرر المريض انه هو ولا يس. اكسلنت يس، شكرا لك عزيزي. اي سؤال اي استفسار؟ اكو خالات خليل رافعه ايدها. نعم استاذ. نعم تفضلي. نعم تسمعون؟ اي نعم تفضلي استاذ مصطفى. موجود. بس أستاذ إذا إجا المريض للطوارئ واستخدموا كل التريتمنتات كبرونكو دايليتر وأمينوفيلين وحتى المغنيسيوم سلفيت، كل هذول كان ريسيستنس تو ذا إيفري تريتمنت، هاي إنديكيشن الآي سي يو، بس البيشنت ستيل كونشيس ويوز أوف أكسسوري مسل أند سيفيرلي ديسنيك، هاي إنديكيشن الآي سي يو. سيفير ديسنيا ويا الساينوسيز ويا السايلنت شيست ويا الهاي سي او 2، لان كلش مهمات بالاي سي يو ادمشن. اذا هو ريزيستد تو تريتمنت او ستيل هي از كونشيس وال هي كان تيك هيز بريثينج ويز اوت فاتيك، اوكي هي از نوت ان ديستريس، قد يكون عند هذا المريض أسباب أخرى لعدم الاستجابة اللي هي مثل ما اتفقنا نيموثوراكس، نيمونيا، تلكتاسيس اللي يحتاج لها سوي المونيتورينج. بس بحد ذاته إذا البيشنت كونشيس، إذا البيشنت نوت فاتيكت، إذا سي أو تو مالته نوت هاي، يبقى بالطوارئ ما يحتاج آي سي يو. أهم شيء عندنا الريسبيراتوري موصل فاتيك، هاي وحدة، سايلنت شيست، اثنين هاي سي أو تو. هذا اني كلش معلومات بالادمشن تو سي سي يو اي سي يو. نعم. واذا مثلا دخلنا المريض للاي سي يو يعني مونيتورين، نستعمل له سي باب لو جاست يعني يوجوال تريتمنت نوت انديكيتد، بس سي او بي دي انديكيتد يس، السي باب اند باي باب اند سي او بي دي، بس كاسما اس از نوت انديكيتد، يعني هو بالعكس السي باب قد يؤدي الى شنو؟ قد يؤدي الى نيموثوراكس، يعني يشبه الهاي بيب اللي مرات نستخدمه احنا بالهذا بالفنتيلاتور. فايت از نوت انديكيتد اكتشوال ان اسما ان سي او بي دي يس ات از جود فور سي او بي دي ديكريزينج ذا ادمشن اند انكريزينج ذا تايم اوف امبروفمنت او تايم اوف ديسشارج. نعم شكرا جزيلا. شكرا استاذ. انا توقعت منكم اسئله عن الكوفيد والاسما. والله استاذ ايش تداري بدي اسالك، احنا بما انه هسه بالبانديميك وهو نون كيس اوف اسما ومثل ما عرفنا واحده من الاجريفيتنج فاكتور انفكشن، فهو اجى كوفيد، هذا شلون اتعامل وياه؟ طب اللاين تريتمنت مال اسما لو اتعامل وياه كوفيد يعني؟ هو اكيد هو السؤال هذا عاشده كلش مهم بالبراكتس. شنو السؤال عن الانهيلرز؟ اول شيء انه يقول المريض اقدر استخدم انهيلر مارتي انكلودنج انهيلد ستيرويد وسالبيوتامول واتسترا؟ يس، نقول له بانه كل التريتمنت مال انهيلر مالتك تستخدمها بشكل طبيعي، والسبب لانه الدوز مال انهيلد ستيرويد قليله، ما تسوي اميون سبريشن وما تتدخل لا ويا الفيروس ريبليكيشن ولا ويا الفاكسين اذا ردنا ننطي. اوكي، بس منو اللي يتدخل؟ يتدخل شغلتين، اول شيء الستيرويد اذا كانت اكثر من 15 ملي جرام بير داي فور مور ذان 3 ويكس، يعني اذا انت اعطيت المريض 15 ملي جرام 20 ملي جرام حتى لو 40 ملي جرام بس اقل من اسبوعين، قسم يقولوا 3 اسابيع بس خلينا ناخذ احنا المينيموم اللي هو اسبوعين، اذا اعطيت اقل من اسبوعين ماكو اميون سبريشن لحد هاي اللحظه، حتى لو 60 ملي جرام بير داي فور 2 ويكس اور ليس ماكو اميون سبريشن، تقدر تعطي التريتمنت مال كوفيد ولا يسوي اكساسربيشن اوف كوفيد. ال 15 ملي جرام اقل من اسبوعين، اوكي.
بس اذا لا المريض هو او طبيبه او اي شيء دا يستخدم 20 50 ملغ ستيرويد 60 ملغ ستيرويد وصار لفتره شهر، هذا هم ان ريسك فور كوفيد، وثانيا يو ماست نوت جيم هيم فاكسين ات ذس تايم، لازم تتاخر الى ان سوي تيبرنج مال ستيرويد الى ان تخلص من الستيرويد بعدين الى تنطيل فاكسين، بس هذولي لايبل فور كوفيد اللي ياخذون اكثر من 15 ملغ لمدة أكثر من أسبوعين liable for COVID، واحد من الريسك فاكتور for COVID. أوكي ستيرويد أكثر من 15 أكثر من أسبوعين ريسك for COVID، ذولي حالهم حال الألدرلي والديابيتس والبقية الإميون سبريشن والكيموثيرابي إتسترا. فهذا اتفاقنا على الأسمتري. مثل الانهيلر ما به إشكال، الإشكال نوية الستيرويد إذا كانت بهاي الدوزر اتفقنا عليها، والإشكال الثاني هو المونوكلونال ثيرابي اللي حكينا عليه قبل شوي مثل اوماليزوماب اللي ذول بستيب 5، مثلا واحد ياخذ اوماليزوماب اللي هم زولير اسمه مثلا او اشياء المشابهه، هذا لازم همين ما انطي الفاكسين لان هذا المونوكلونال ثيرابي السبريس اميونيتي اند وي نيد تو ستوب ذيم فور ات ليست 1 مانث بيفور جيفينج ذا فاكسين. هذين النقطتين بالاسمه الستيرويد سيستميك ستيرويد والمونوكلونال ثيرابي. اوكي اذا اي سؤال اخر حاضرين عاشتيتكم استاذ مصطفى ان شاء الله الخير والبركه والسلامه ممنونين. احنا بعد هسه محاضره السي او بي دي شلون قبل رمضان تقدر لو ما تقدر رمضان جايينه هي صحيح والله. أنا كاتب يعني الرتوش مالتها إن شاء الله إذا كملتها إحنا عندنا بعد الحد الثلاثاء يمكن أوكي حسب يعني التقويم ايه. حسب القمر بعد همينة صح إن شاء الله يعني آخر موعد الثلاثاء إذا ما رحمت يا أستاذ وليد ما يخالف نتفق على يوم آخر يعني إن شاء الله إن شاء الله خير وبركة وسلام. حاول أكملها إن شاء الله. هي محاضرة COPD تمام تكون مختصرة لأن هواي من الأشياء على التيس والإنفيزيكيشن والبالمونر فانكشن حشيناها بعد هناك بس الأشياء المهمة وجوز المحاضرة ما تطول ساعة 3-4 ساعة بالزايد يعني إن شاء الله خير وسلامة إن شاء الله خير وسلامة. اليوم أنا سعيد بلقاكم طبعا اليوم هنا وأستاذ وليد والشباب عاشت يديكم يعني فور ديسكشن. إحنا سعيدين وياك تسلم وان شاء الله شكرا جزيلا استاذ مصطفى ودكتور وليد على هاي الفرصه الجميله. الله يحفظكم عاشتيتكم شكرا لكم شكرا استاذ وليد على الزوم المفتوح. الله يخليكم انت متفضل شكرا جزيلا حبيبي. اذا احنا بانتظار ان شاء الله المحاضره الجايه وممنونين. شكرا جزيلا تصبحون على خير شكرا جزيلا مع السلامه. ممنونين مع السلامة. مع السلامة حين مع السلامة.